بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حياكم الله وهذا اللقاء المستمر معكم ومع أعضاء فريق الدكة عبر القناة الرياضية. اليوم سيكون الحديث الأخير فيما يتعلق بجولات دوري عمان تل للمحترفين، حيث نصل غدا بإذن الله تعالى إلى ختام الأسبوع 26 من هذا الدوري، وهي الجولة الأخيرة التي ستقام في توقيت واحد وفي 7 ملاعب. في مباريات الجولة الأخيرة من دوري عمان تل للمحترفين سيلتقي صحم والسيب على ملعب مجمع الرياضي في صحار، والسويق سيستضيف بملعب نادي مجيس، والعروبة وصحار سيلتقيان في المجمع الرياضي في صور. الاتحاد وظفار، هذه المباراة ستكون على ملعب استاد السعادة. الشباب والنهضة ستكون على ملعب استاد السيب الرياضي، وهي المباراة التي ستكون منقولة مباشرة عبر القناة الرياضية من خلال تتويج النهضة بلقب الدوري. فنجة وصور سيلتقيان في مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر، والمصنعة والنصر سيلتقيان في ملعب استاد الشرطة. 7 مباريات في توقيت واحد وهو 7:30. وطبعا الجولة الأخيرة من دوري عمان تل للمحترفين هي يعني جولة أداء الواجب بالنسبة لجميع الفرق، إذا ما عرفنا بأن البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث والرابع لن يتغير أو تتغير هذه المراكز، وعرفنا طبعا أن النصر سيلعب الملحق مع المضيبي، وعرفنا هبوط الاتحاد وأمجيس. الفارق هو فقط من صحم في الخامس، وحتى العروة في 11 هو من سيكون ترتيب تغيير الترتيب لا أكثر. طبعا النهضة أنهى الدوري ب 54 نقطة بانتظار مباراة الغد، فنجة ب 49، السويق ب 44، السيب ب 39، هذه الفرق الأربعة ضمنت مراكزها مثل ما هو واضح. صحم صاحب المركز الخامس ب 35 نقطة، وصحار بنفس الرصيد في المركز السادس، صور والشباب ولمصنعة كل فريق عنده 34 نقطة، ظفار العاشر ب 33 نقطة، العروبة أيضا ب 33 نقطة في المرتبة 11، النصر طبعا صاحب مركز 12 ب 28 نقطة سيلعب الملحق، مجيس والاتحاد ودعا الدوري وعاد إلى دوري الدرجة الأولى. سنتحدث إذن عن هذه المباريات وعن ما يتعلق بدوري المحترفين في موسمه الأول، على اعتبار مثل ما ذكرت لن تؤثر نتيجة أي مباراة من المباريات السبع غدا على مسيرة الدوري، باستثناء هو من الخامس إلى 11 فيما يتعلق بإعادة ترتيب الفرق كيفما ستكون عليه النتائج. أرحب بأعضاء فريق الدكة، هلال المخيني وصالح البارحي، مساء الخير. مساء النور. مساء الخير لأبو فيصل وهيثم، حياكم الله. مساء النور. حياكم الله، وأرحب بكل المشاهدين المتابعين للبرنامج. اليوم طبعا الحلقة بمحور الرئيسي ستكون فيما يتعلق بدوري عمان تل للمحترفين في موسم الأول، وبالتالي من المغردين المتفاعلين مع الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر نود أن تكتبوا رأيكم فيما يتعلق بدوري عمان تل للمحترفين في أول موسم احترافي للكرة العمانية، لأن نتائج المباريات مثل ما ذكرت لن تغير في الأمر شيء. صالح مساء الخير، أبدأ معك الكلام. يعني كالمعتاد في البداية بس نقدم القراءة العامة ونظرة عامة على المباريات السبع، بس أود أذكر بأن الشباب والنهضة هي اللي بتكون إن شاء الله على الهواء مباشرة، اللي بيكون فيها تتويج النهضة بدرع الدوري. مباراة صحم والسيب والاتحاد وظفار، هذه المباراتين اللي بيتم تسجيلهم وبثهم في وقت لاحق إن شاء الله. إذن آخر جولة نتكلم عن الجولة 100 أو الرقم 176 إلى رقم 182 وننهي الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء المشاهدين الكرام. أبو خالد، يعني يمكن هذه سيناريو ما يتكرر أعتقد في دوريات العالم، يعني أن يأتي الجولة الأخيرة وأنت تبحث فقط عن حسم أمر لقب الهداف فقط. يعني إحنا ما عندنا في الدوري هذا في المتبقي من الـ من الـ من الـ الموسم أو الجولة الأخيرة يمكن فقط المنافس على لقب الهداف، ولو ان جماسي المتقدم لكن ربما تحدث اشياء. كل الامور اعتقد اتضحت من الجوله 24، خلينا نقول بشكل مباشر من الجوله 25. طبعا النهضة ضمن الدرع، وبالاضافه الى فنجة طبعا المركز الثاني، والسويق المركز الثالث، والسيب المركز الرابع. الاتحاد ومجيس هبطا الى دوري المظالم، وعاد خلينا نقول الى الدوري اللي صعدا منه في الموسم الماضي، والنصر طبعا اختار الملحق ليكون هو بوابه اما بقاء وهبوط الى دوري الدرجه الاولى، وبالتالي من الخامس إلى 11
ما عندهم شيء يخسروه ولا عندهم شيء يكسبوه الا تحسين مركز فقط. يعني ربما في فرق ابو خالد من الخامس الى المركز الحادي عشر يمكن تاريخه واسمها وسجلها الذهبي مثل الظفار والعروبه، نتكلم احترام الكبير طبعا للفرق الاخرى، لكن يبقى اسم العروبه والظفار يعني في مراكز متاخره من جدول الترتيب، وهم الفريقين خلينا نقول اللي دخلوا السجل الذهبي من بين بالاضافه الى صور من بين طبعا المصنع ما سبق لنا فاز باللقب، الشباب كذلك، صحار، صحن. فبالتالي اعتقد ان صور نوعا ما نقدر نقول ان المركز السابع بالنسبه له شيء ايجابي، خاصه في ظل الظروف اللي مرت على الفريق يعني تغيير المدربين والى اخره. لكن بالنسبه لظفار العروبه اعتقد اكبر مطامعهم الان في هذا الموسم هو التغيير او تحسين الصوره اللي انتهى عليها الجدول حتى الان. لما تشوف ظفار العروبه وخالد المركز العاشر والحادي عشر وخروجهم من المسابقه الغاليه، اعتقد انه بالطبع الفريقين ياملان ان يكونوا يعني على اقل تقدير في مركز متقدم. لذلك اعتقد الطموحات بقت بالنسبه لتغيير المراكز. عدا ذلك الامور انتهت، غدا ان شاء الله سيتوج النهضه بلقب دوري امانه المحترفين، وحتى شكل الدرع ما شاء الله جميل وانيق جدا يعني، وحتى يعني في شكل يعني جديد، ولكن اعتقد انه يستحق النهضه عن جدار الاستحقاق. يبقى فنجا والسويق طبعا هم المركز الثاني والثالث. بالنسبه لي خلينا نقول اكثر دقه ابو خالد لما اتكلم عن السويق مقيس، هي تكون على ملعب السويق، مباراه هامشيه جدا، مباراه وداعيه بالنسبه لمقيس. أول مرة السويق بيلعب على ملعب. ملعب إن شاء الله، ملعب السويق نعم. السويق نقيس هي مباراة وداعية بالنسبة لمقيس على اعتبار أنه خلاص ما عنده شيء خسره ولا عنده شيء كسبه، بالتالي أعتقد وداعية بالنسبة لدور الأضواء والعودة إلى دوري الدرجة الأولى. نفس الشيء الاتحاد وظفار هي مباراة وداعية بالنسبة للاتحاد على اعتبار أنه خلاص ودع الدوري، وبالتالي عند مدربي الفريقين فرصة أنهم على أقل تقدير يهيئوا مجموعة من الأسماء اللي ما شاهدناها في الجولات الماضية. النصر أعتقد هذا بالنسبة لأبو خالد خلينا نقول اختبار أو خلينا نقول تجربة قوية قبل ملاقاة فريق المضيبي في مباراة الملحق. لذلك أعتقد نادي النصر من من يعني من الإيجابي جدا أن يدخل مباراة الغد أمام المصنعة في كامل نجومه، لأن مثل ما ذكرت لك هو على أقل تقدير يهيئ الفريق يجهز فريقه لملاقاة المضيبي طبعا. وبالتالي أعتقد أن النصر كرر، وهذا الكلام قلنا من بداية الموسم، يكرر سيناريو 2009، فلذلك أعتقد النصر يجب أن يستفيد من هذا الجانب ومباراة المصنع اللي طبعا ما عنده شيء خسره. في المقابل أبو خالد لما نتكلم عن نادي الصحار والعروبة، خلينا نتكلم عن الصحار، طموح الصحار. الصحار عنده 35 نقطة، العروبة عنده 33، فرق نقطتين. صحار من يعني خلينا نقول من 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 الطموح بالنسبة له وأبرز طموحات الآن، طبعا هو يعرف أنه ممكن يتوقع أن يكون صحن ما يلعب المباراة هذه بكامل صفوفه، وبالتالي يريح لاعبيه لأنه عنده مباراة يوم الاثنين في المباراة النهائية الخليجي 29، وبالتالي من المتوقع أصلا أن خيري يريح اللاعبين. لذلك صحار يأمل الآن أن يحقق مركز متقدم، يعني في حال تعثر صحن وفوز صحار يصعد صحار إلى المركز الخامس، وهذا بالنسبة له إنجاز بصراحة في أول موسم بعد يعني المعاناة اللي عانها الفريق. لذلك صحار سيكون حاضر بشكل قوي أمام العروبة. في المقابل العروبة مثل ما ذكرت ما عنده شيء خسره، لكن اسم العروبة وسجل الذهبي والتعاقدات وإلى آخره أعتقد من الصعب جدا أن يرضى أن يرتضي لنفسه المركز الحالي اللي هو المركز الحادي عشر، لأنه سيكون سجل وسيكون موجود في سجلات النادي وسيكون موجود في سجلات الاتحاد فريق بحي من العروبة كان منافس في المواسم السابقة، الآن هو في المركز الحادي عشر. إذن مباراة منتظرة من وجهة نظر شخصية، لأن الصحار له هدف وكذلك العروبة له هدف. الصحار له هدف أن يحصل على مركز خامس ويؤكد أفضليته في الدور الثاني إلى جانب نادي النهضة، وفي المقابل العروبة عنده هدف هو مجافاة الواقع اللي هو فيه الآن وبالتالي البحث عن مركز أفضل. نأتي على شباب النهضة، مباراة منتهية وأعتقد سيناريو مكرر لموسم اللي أخذ فيه النهضة الدوري اللي كانت مجمع سلطان قابوس الرياضي وبوشر، كانت نهاية الموسم أمام الشباب لما كسب النهضة 3-1 في مجمع بوشر، كانت مباراة نفس الشيء جات وكان بقيادة فهد العريم اتذكر في ذاك الموسم، مباراة جات يعني خلاص هامشية. وبالتالي اعتقد مبارك سلطان الان بامكان الاستفادة من الاسماء اللي ما شاهدناها في الموسم الماضي، يعني عنده مجموعة اسماء ما شاهدناها حاضرة اساسية، وبالتالي اعتقد انه فرصة بالنسبة لي يقرب هذا اللاعبين ويقف على مستوياتهم حتى يعني يعطي الضوء الاخضر لادارة النادي بتجديد او عدم تجديد مع هاللاعبين، لان مثل ما ذكرت لك فرصة بالنسبة له. والى النهضة اعتقد النهضة خلاص انا الاوان ان يريح مجموعة كبيرة من اللاعبين، وخلينا نقول بالاحرى الفريق الاساسي، لانك انت يعني خسرت امس قبل امس من امس من 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 نادي النصر الاماراتي وخرجت، وبالتالي اعتقد الارهاق اللي كان يعني يعاني من الفريق الان بات
او واضح ان يجب ان يكون اللاعبين في راحه تامه لان تنتظر مباراه مواجهه هامه وحسم اللقب طبعا وما عنده شيء خسره. فلذلك اعتقد من الاولى يعني وجهه نظري اقول يمكن حمد العزاني سيبقي اللاعبين الاساسيين في دكه البدلاء الا اذا ارتاح مشاركه جمعة سعيد على اعتبار انه ينافس على لقب الهداف او على الاقل تقدير يحتفظ بلقب الهداف لانه في الصداره الان. نتكلم عن مباراه بخالد فنجة وصور فنجة في المركز الثاني خلاص ما عنده اي مشكله وبالتالي اتوقع من المدرب السويسري لنادي فنجة ان يريح لاعبيه مثل النهضه لانه ينتظر نهائي الكاس فبالتالي ما يريد يدخل فريقه في معمعه وفي صراع وفي يعني مباراه ما تحمد عقباه ربما اصابه ربما الى اخره وبالتالي هو يريد يبقى فريق جاهز لمواجهة النهضة في نهائي الكاس. لذلك أتوقع أن مدرب فنجة سيحذو حذو حمد العزاني إذا ما ارتأى المدرب الفريقين هذا الجانب. نتكلم عن المصنع والنصر طبعا مثل ما ذكرت النصر خلاص وهذا بروف بالنسبة لي هي مباراة أمام المصنع. عدا ذلك اعتقد بخالد كل المباريات ما فيها اي تغيير حتى لو صحم كسب السيب يبقى صحم المركز الخامس ويبقى السيب في المركز الرابع الاربع الاوائل ما بيتغير مركز. ايوه اذا بخالد نقول للاتحاد ومقيس باي باي وداعا من الدوري الاضواء وننتظركم ان شاء الله في مواسم قادمه ونرحب بالخابر طبعا وبوشر فريقان اجتهدا بصراحه بشكل مثالي وخاصه بوشر اللي طبعا جاء من الخلف وبالتالي تجاوز المضيب والى اخره ووصل الى المركز الثاني وبالتالي العوده الى الصعود للاضواء بعد 12 سنه مثل ما ذكرنا. الان نقول النصر انت يعني وضعت نفسك وجماهيرك وتاريخ النصر والسجل الذهبي للنصر على المحك اما تتجاوز المضيب حتى تبقى في الاضواء واما تفسح المجال للمضيبي للصعود للمره الاولى الى الاضواء وكل شيء هذا وارد في ظل التغييرات اللي اجراها طبعا مجلس اداره نادي النصر الاستغناء عن المدرب اكرم سلمان وبالتالي الاستعانه بجيلي والمدرب محمد الصيار اتوقع. عموما ابو خالد الدور انتهى ننتظر لحظه تتويج النهضه غدا ان شاء الله بلقب الدوري المحترفين الاول وننتظر مثل ما ذكرنا مباريات على اقل تقدير تشهد نوعا من الاثاره او تشهد نوع من الاسماء جديده ما شاهدناها في الموسم حتى يعني نوعا ما المدرب يقف على المستوى العالي مثل ما ذكرت. الموسم المفروض ينتهي بدري الدوري تاريخ 7 طبعا من تاريخ 7 اليوم نحن دخلنا في تاريخ 16 ابو خالد يعني تاخر الدوري 9 ايام اثر بشكل او باخر على اعطاءات نادي النهضه ونادي الصحم تحديدا في المشاركه الخارجيه لانه كان ممكن الفريقين يمكن يلعبوا قبل او يكونوا جهزوا فريقهم او ما لعبوا الجوله الاخيره اللي هي الان ما لعبوها بالصفوف الاساسيه لانهم اصلا حسموا الامر وبالتالي كان ممكن يريحوا لاعبينهم الان. النهضه اظن اعتقد ان امس تعرض الى ارهاق كبير وبالتالي خرج من امام النصر الاماراتي ولو انه خروجي مشرف واتفقنا امس بانه خروج مشرف. عموما دورينا خلص مثل ما ذكرت يعني المره الاولى يمكن يبقى الصراع داخل ارضيه الميدان الجوله الاخيره هو من اجل حسم لقب الهداف فقط لا اكثر ولا اقل لان الامور اتضحت من الجوله 24. طيب هل اي تعليق من الشباب على موضوع الجوله الاخيره؟ ما في تعليق. مساء الخير ابو خالد. افتكر انه ابو عبد الله في كثير من الجوانب ولكن كتكمله ممكن كان عمل بعض ادارات الانديه يعني ممكن في غادم الوقت في هذا الجانب فممكن تعطينا المساحه في هذا الجانب. طيب ان شاء الله. طبعا الارقام هذه المتعلقه بالدوري وعدنا ابو فيصل بكره على اعتبار بكره اليوم الاخير للدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. اخذ اول شيء امسي عليك واخواني الموجودين معنا وكذلك الاخوان اللي خلف الكاميرات والاستاذ الاخ العزيز سعيد المالكي ومسي عليهم كلهم المشاهدين الكرام المتابعين لهذا البرنامج. مثل ما تقول بكره ان شاء الله الجوله الاخيره من عمر الدوري عمان تلفي اول تجربه له على اعتبار انه دوري محترفين تنظيميا. حقيقه يعني قبل ان نبدا الاخ صالح قدم الجوله تقديم كثير جيد جزاه الله الخير. احنا عندما نتكلم عن الدوري في الجوله الاخيره ونتكلم عن مباراه ملحق يلعب في نادي النهضه نادي النصر مع نادي المضيبي تاريخ 19 وتاريخ 23 وبكره يلعب مباراه تاريخ 16 ثلاث ايام. يعني هذه النقطه بتكلم عنها فيما بعد ما اريد اتكلم عنها في البدايه. خلينا نتكلم عن الانديه التي سجلت اسمها وانهت مشوارها هذا الدور في الدوري بدون اي دون يعني ما بكره مباراه ما تعنيها ابدا مع احترامي الشديد. يعني النهضه
توج البطل ب 54 نقطة، فنجا هو الثاني ب 49 نقطة، السويق الثالث ب 44 نقطة، والسيب الرابع ب 39 نقطة. حتى لو بكرة أربعة أندية ضمنت يعني مراكزها من الأول للرابع، ولأول مرة قد يكون تسجل الأندية يعني قبل نهاية الجولة الأخيرة أربعة أندية، خاصة الأندية المراكز المقدمة تسجل نفسها. يعني باعتبارنا السيب والسويق لهم حظ أوفر المشاركات الخارجية للموسم القادم. صحم هذه تعتبر آخر مشاركة هذا الموسم في بطولة مجلس التعاون الخليجي، اعتبر أنه لم يحقق أي مركز، فبالتالي نتمنى له إن شاء الله التوفيق، ونتمنى له إن شاء الله أن الفوز بتاريخ 19 مع نادي النصر الإماراتي، ويختتم هذا الموسم بفوز بطولة مجلس التعاون الخليجي. وهذا ما نتمناه إن شاء الله من كل قلوبنا للإخوان في نادي الصحم، على اعتبار أن هذا الموسم يعني خرجوا من الكأس ولم يحققوا نتائج مرضية في الدوري. خذوا كأس الرابطة فقط. خذوا كأس الرابطة حقيقة، يعني هذا شيء يحسب لهم. لكن بالنسبة المسابقتين الأهمية، يعني مسابقة الكأس الغالية والمسابقة الدول المحترفين، هم الآن يتواجدوا بقوة إن شاء الله في النهاية، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. بقية الأندية أوجدت نفسها يا أخي في مواقف كثير فك الارتباط. يعني عندما نتكلم عن صحم وصحار وصور والشباب والمصنعة وظفار والعروبة، يعني من 33 إلى 35 الفرق نقطتين، وأغلبية الأندية تلعب مع بعضها. يعني بكرة الشباب في حالة فوز على النهضة يوصل إلى 37، وفي حالة فوز الصحم على السيب يوصل إلى 38، وفي حالة فوز صحار بكرة على صحار على العروبة يوصل إلى 38. يعني تحسين ترتيب مراكز. يعني الآن اليوم الجولة 25 أعطتنا هذا الترتيب، بكرة الجولة 26 ونهاية الدوري تعطي ترتيب من الرابع حتى الحادي عشر. يعني قد يكون تتغير بعض المواقع من الخامس يعني من صحم حتى العروبة. وبالتالي يعني ستة أندية بكرة تتصارع على ترتيب وراحة في المراكز في الترتيب النص، ترتيب الموقع في النص الدوري. العروب النصر يلعب الملحق كونه هو النادي اللي حصل على المركز الثاني عشر. كان عندك تحفظ على التاريخ الملحق. إيه حتى يعني كانت طبعا الملحق يوم 19 اللي هو نفس يوم البطوله، يوم البطوله الانديه الخليجيه. يعني انا اعتقد تم تقديم وقتها حتى يمكن لستة الاربع مباراه اعتقد لما قبل تم تحديد الى ستة الاربع. يعني ابو خالد بصراحه ما ادري الاخوان الله يرضى عليهم، يعني احنا الان كل ما نتكلم يقولوا والله تتكلموا، نتكلم من واقع. يعني يا اخي هذه بطوله ونجاح المسابقه، نجاح المسابقه في النهضه خلص البطوله. طيب نادي النصر له وضعيه، نادي النادي المضيبي نفس الشيء منافس في البطوله، نخلي دورينا بحماسه وبنشوته. يعني اعتبار ان مباراه المصنعه والنصر، المصنعه تحسين وضع والنصر يعد المباراه القادمه تاريخ بكره تاريخ 16 لو لعبوها اليوم. يعني لو لعبوها اليوم لا يعني قدموها يومين، هي ايش المشكله؟ قدموها يومين واعطوا الاخوان في نادي النصر على الاقل راحه جيده، ويلعبوا مباراة قبل مباراة 19، يعني يحطوا يوم 18 مباراة الملحق أو 17. خلي الناس تستمتع بالدوري، خلي الناس الدوري يعني ما تنهي في كأنك تريد تتخلص في الأخير، كأنك تتخلص منه وتقول خلاص بس انتهى الدوري. لا بالعكس، الدوري لم ينتهي بعده. أوكي سميت الأندية وحصل النادي النهضة على بطولة الدوري والفنجة الوصيف السويق الثالث السيب الرابع، لكن الملحق لماذا تلعب ملحق؟ إذا ألغي الملحق ما في داعي للملحق، وخلي الوضع الطبيعي عادي، فريقين يهبطوا وبقية الفرق. إذا ما تريد أنت تعمل تعديل في موضوع، ويمكن لأن هذا الموسم شوي ضغط أبو خالد، هو موسم ضغط. بس إيش انضغط؟ يعني الحين تكلمنا من الجولة الماضية وبان أمر، يعني القرعة اللي جريت بين نادي أنا أتكلم النهضة، وكثما مباراة أمس يعني أثرت علينا النصر والمضيبي، ويأتي القرعة لصالح نادي النصر صالح نادي المضيبي نلعب في مسقط. طيب لو كانت القرعة لصالح نادي النصر في صلالة، يعني بكرة بيلعب مباراة 19، متى بيرجع لصلالة؟ ما بيرجع تاريخ 20؟ إشكالية في العموم. متى بيتمرن؟ يعني بس انا ليش احط نفسي في كثير من الامور ما لها داعي.
اعطيه فرصه للاخوان في نادي النصر، اعطيه فرصه في نادي المضيبي، ما هي يعني ابرزها حتى يعني يظهر التلفزيون، حتى التلفزيون يساعد ويساعد هذا الموسم حقيقه في نقل مباراه كثير. يعني احنا الان ياسين نريد نتابع مباراه المضيبي بصراحه، فريق وصل الدوري ممكن يكون عنده انجاز تاريخي يعني تقام مباراة في نفس يوم مباراة النهائي بطولة مجلس التعاون الخليجي، وطرفها من طرف نادي صحم، يعني الكل الجماهير العمانية والكل متابعين بيتابعوا مباراة صحم، وبالتالي يا أخي ما في عذر أبدا وما في مبرر أبدا وما في شيء أبدا يا أخوان. الله يرضى عليكم، نحن نتكلم من عتب محبة وليس من عتب نقد، بالعكس بعد ثلاثة أيام بيرجعوا بيلعبوا مباراة في صلالة المضيبي 23 قبل مباراة الختام بيوم، يعني في يوم اللي تقام فيه الاحتفالية ختام الموسم، أعتقد لأن ختام الموسم حسب ما قرأنا 24 قبل الكاس بيوم، يعني نهاية الكاس يوم 24، ونهاية الكاس بعد ناخذها موضوع آخر، نهاية الكاس في يوم نهاية أمم أوروبا دوري ابطال اوروبا. طيب يعني امور يعني يا اخي ترى هي امور بيدنا لا لا بس ملاقات المباريات مختلفه حتى نهاية الكاس طيب نهاية الكاس ما تريد يا اخي العزيز، يعني اذا تقصد حضرتك انه الجمهور بعد ما تنتهي المباراه احتفاليه كاس الغالي لصاحب الجلاله ليس في الملعب وتسليم الدرع في الملعب، وانما صحيح. عندما يفرح البطل وتعطيه سهره ويعطيه مساحه من التلفزيون انه ينقل الجماهير وتعطي الجماهير مساحه بالاحتفاليه وتعطي التلفزيون مساحه على اساس انه ينقل وتعطي الجمهور العماني اليوم اليوم يوم وطني وكاس صاحب الجلاله، والله يقول لك لا احنا الان ما لا هي ترى اصبحت الان منظومة الرياضة متكاملة في العالم كلها ما تختلف، فاحنا يعني الأولوية لمسابقاتنا ومسابقة غالية اني نحطها في يوم التاريخ 24 لا خميس قد يكون الأخوان يقول طيب هذا التاريخ أتى من جهات معنية أو جهات أخرى غير الاتحاد وغير وزارة الشؤون الرياضية، لا الجهات الأخرى كان يتم التنسيق معها أن التاريخ 24 ومعروف أن نهاية دوري الابطال بتاخر 20 من متى من كم سنه أيوه. ومعروف ان البطوله هذه تقام في لشبونه في البرتغال، على اعتبار ان مباراه الفريقين من وين من ريال مدريد واتلتيكو مدريد الملعب سابقا شوف، فبالتالي كل الامور منظمه. اني احنا نقول وياسين ننتظر خلال الايام الماضيه كلها ويوم يعلن عن مباراه الختاميه لمسابقه الكاس الغاليه تقام في نفس يوم ابطال، بصراحه يعني بصراحه كانه مسابقة الكاس ما تعين، للأسف أقول هالكلمة أتمنى لا ما أكون كذا، لكن أتمنى أن تكون تأخذ بنظرة أخرى وتأخذ بعين الاعتبار آخر في المرات القادمة. يعني حن يقول لك الأولوية لنا حن في 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 عمان، أيوة الأولوية لنا، لكن جمهورك أنت محتاج جمهور، محتاج إلى من يتابعك، محتاج إلى أن الفرحة ما تنطفي بسرعة، نسلم الكاس في الملعب ومع السلامة. هذا الكاس الغالي يعني في كثير من الدول، وحن دائما الكاس الغالية من بدأت حتى المواسم الماضية إلى بهرجتها إلى وضعيتها إلى خصوصيتها إلى احتفاليتها إلى خاصة للكرة، يعني نهاية يعني حتى أنا عندما أقول هذا الكلام أقول من الواقع، ليش غيرنا تاريخ المسابقة الكاس؟ ليش ما كانت أيام احتفالات العيد الوطني شهر 11؟ ترى نهاية الموسم صح ولا ويكون ختام يعني ختام مسك ختام مسك اتمنى هو ختام مسك، لان اكيد مسك شئنا ام ابينا لن تحمل اسم قائد السلطان الله يطول لي عمره، لكن لابد ان اعطيها مساحه من الانفراد ان اعطيها مساحه اليوم ابو فيصل لنا كاس العالم فقط، لكن السنوات حتى ولو ما هي كاس العالم ابو عبد الله الكاس الغاليه كثير من الدول الخليجيه الان تريد تنقل المباريات صح ولا وتعطي تريد تسوي استوديوهات تسوي احتفاليه وتريد تحتفل معانا الى لازم نكون واقعيين، يعني نهائي الكاس يوم 24 الجماهير كثيره بعد ما تنتهي المباراه ممكن يعني طبعا بتتجه للنهائي دوري ابطال اوروبا يعني بيتابع التحليل بيتابع مباراه جسمه، لكن احنا هذا قدر الله ما شاء فعل، هذا ما هذا يعني اللي صار الان علينا ان الان بس هو التنسيق يعني نتعامل مع الواقع، التنسيق محتاج اليه يكون بصوره اكثر دقه واكثر متابعه واكثر، يعني انا اجزم واقول الجهات الاخرى المعنيه بتنظيم المسابقه كاس الغاليه
ناس على قدر كبير من الفهم والإدراك والتعاون في هذا الأمر. بس وعادة لهذه الجهات يتم اقتراح موعد معين صحيح؟ أو يوم أو يومين. حسب المعلومة أنه 23 و24. طيب يا اتحاد الكرة يا وزارة الشؤون الرياضية 24 مرة دوري أبطال أوروبا. يعني تسوي 22 23 25 26 ما فرقت يعني خلاص ابدا 25. خلوا هذه الليله مثل ما قال ابو فيصل ليله كبيره للكره العمانيه اصلا هي يعني يعني تتويج الكبير اللي بياخذ الكاس الغاليه. على كل حال احنا نتمنى ان شاء الله خلونا نركز عليها من جانب الاخوان بجانبكم ابو خالد التلفزيون في سلطنة عمان والقناه الرياضيه يعني خلونا ناخذ الجانب الاكبر ونعطيه حقها ولو ان حقيقه راح لن نوفي حقه هذه المسابقه الغاليه ابدا مهما عملنا من احتفاليه ومهما عملنا من 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 امور لن نوفي حقها لان هي يعني حقيقه تحمل اسم حتى هي لقب تاريخي للفريقين لقب يعني تاريخي ممكن يوصل رقم 9 ورقم قياسي وممكن يأخذ وبعدين يعني امور كثيره احنا ما نريد حقيقه نحول هذا الموضوع الى بس كفايه خلونا نركز على جانب حقيقه ابو خالد الله يطول عمرك والاخوان ونبدا احتفاليه الكاس من الظهر من الصبح من التلفزيون الله يخليكم وخلي يعني عادي يوم الكاس يوم كامل يعني بالقناه الرياضيه كامل الله يطول عمركم والمباراه راح وحتى المباراه مقامه في وقت متاخر شويه 7:30 هو جو حار ترى شوف الان الظروف كلها لو كانت قيمه شويه قبل لكن الجو حار هي يعني يوم واحد 25 انتهى الموضوع كله وتقولوا والله المنتخب يسافر من 25 يا اخي خلي اخر المنتخب ما هي مشكله المنتخب الان يعني حبكت على المنتخب انه يسافر اوزبكستان حق ايش خلي تاخر منتخب من 25 26 يا اخي واعطي مسابقه الكاس الغاليه الزخم الكبير واعطيها يعني وضعيتها واعطيها احتفاليتها اعطيها اليوم اليوم تاريخ كم 15 قبل مسابقه الكاس بكم يوم 9 أيام نشوف اي اعلان نشوف اي شيء ما في شيء يعني كنت اتمنى ان يكون لها في بوسترات في الطرقات تسويق يعني تسويق يعني قبل الكاس بنطلع بكم حلقه فبناخذ فرصتنا بالكلام على الموضوع والله شيء جزاك الله خير الكاس بس حتى قبل كم جزاك الله بالخير ابو خالد هذا احنا واجبنا طال عمرك عن يعني هذه مسابقه الكاس انا بصراحه من متحمسين لها ولا جدال فيها وهي نهايه الموسم يجب انها تظهر بصوره طيب اخذ راي صغير مساء الخير هيثم ودانا ابو فيصل للكاس فالموضوع يجر بعضه بصراحه لانه هو يتعلق بملحق وبعدين نهائي الكاس لكن كاسبوع اخير من دوري المحترفين مساء النور ابو خالد نمسي على الجمهور الكريم اللي يتابعنا يعني كلام ابو فيصل حقيقه منطقي جدا فيما تطرق الى موضوع يعني تواريخ المباريات وايضا المباريات الملحق حتى المباريات الجولة الختامية يوم غد يعني أعتقد هذا التأخير ممل جدا يعني أنت الجولة قبل الأخيرة أقيمت ووضعت الفرق وكل الأمور انحسمت وكنا نعرف أنه البطل انعرف والوصيف لغاية المركز الرابع وأيضا الفريق اللي يلعب الملحق والفرق الهابطة فليش هذه الفترة الزمنية اللي صارت فترة مملة جدا للاعبين للجمهور حتى للمتابعين تأتي يوم غد وتقيم الجولة الأخيرة أيضا لم يتم مراعاة حقيقة فريق نادي صحم يعني لو كان في تخطيط مسبق ما كان أحد أعتقد يتوقع يعني من قبل المعنيين بهذا جدول المباريات أنه يتوقع أنه صحم سيتأهل إلى المباراة الختامية لبطولة كأس فارمتون أو بطولة مجلس التعاون للأندية بحيث أنه أجبر فريق صحم أن يرجع يعود ويلعب مباراة يوم غد أمام السيب ومن ثم يرجع مرة أخرى ليلعب مباراة في دبي فكان يفترض أن يتم يعني هذه أبرز الملاحظات مراعاة هذا الفريق فريق على مقبل على إنجاز تاريخي إلى يحسب إلى كنادي وهو النادي أيضا يمثل البلد بكل تأكيد فبالتالي هذه من السلبيات اعتقد يعني مثل ما ذكر ابو فيصل قبل قليل بالنسبه للمباراه التزامن مباراه الكاس الغاليه النهائي المهم جدا مع نهائي دوري ابطال اوروبا يعني احنا ما نلقي اللوم ايضا كله على الرابطه وهذه هناك خبير والخبير
موجود واكيد يعرف بكل الامور. ما تحتاج خبير حتى يعني. لا يعني يفترض ينسق لو احنا يعني نجزم انه ما دائما نقول انه الرابطه وموعد وتاريخ. الخبير مثلا كان يفترض انه يعرف مسبقا وهو خبير اجنبي انه نهائي دوري ابطال اوروبا في هذا اليوم بالنسبه للجمهور. كونه خبير اجنبي يعرف التاريخ يعني هو كخبير اجنبي باعتباره من البديهي اللي يعرف صح. خبير محترف يعني احنا دائما نقول مثل ما نجيب لاعب محترف او مدرب محترف لازم يكون عند المدرب بصمه واللاعب يكون عنده بصمه يكون عنده فارق عن اللاعب المواطن او المحلي. الخبير ايضا من انا جايبه واصرف عليه راتب كبير وخبير اسم ما شاء يعني اسمه خبير لكن للاسف انه يعني هذه من الامور اللي يجب لها. هو صراحه مباريات الكاس يعني نقولها بصراحه يعني ما تم التوفيق فيها وطبعا نعم. احنا الكلام على الاتحاد وعلى وزاره الشؤون الرياضيه يعني مثل ما قالوا فيصل مكرر فاز فنجة فاز النهضة يا أخي هذاك ليلة الكاس. الكاس يعني خلي هذا النادي والجماهير تحتفل وتعيش ليلة كاملة محتفية بالكاس. ما تخلص المباراة الساعة 9:30 والجميع بيروح يشوف شاشات التلفزيون لأنه يعرف في نهاية دوري أبطال أوروبا بعد نص ساعة فرضا يعني أو حتى أي واحد من الجماهير يريد يحضر النهائي من برا مسقط مثلا بعدين هو عارف حاسب حساب أنه بشوف دوري أبطال أوروبا المباراة النهائية. فكان المفروض أنه يكون في يوم آخر بصراحة تاريخ 24 ما هو يعني التاريخ المناسب مع كل الاحترام والتقدير لان هذا حدث معروف دوري ابطال اوروبا معروف من سنتين ثلاث التاريخ المحدد يعني والكل يعرف يعني لو سالت اي واحد مثل النهائي بيعرف انه احنا كم مره تحدثنا لا وشيء اخر ابو خالد شيء اخر انه تم الاعلان عن موعد مسابقه الكاس الغاليه تاريخ 24 بعد ما انت يعني قبل ايام يعني امس 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 امس, أمس, أمس يعني معروف الكل يتكلم عنها من خلال مباراه ريال مدريد من خلال مباراه خروج بايرن ميونخ على يد ريال مدريد ومعروف ان المباراه بتقام في تاريخ كذا وكنا حتى احنا تكلمنا ما لما احنا تكلمنا في اكثر من مكان اكثر من مره في هذا المكان وقلنا ان تاريخ 24 يا جماعه تجنبوه لان في نهايه شو اسمه وبالتالي كان التواريخ هذه تقترح من اتحاد الكره يعني كان ينبغي انه في متابعه كان ينبغي انه يكون يعني وزاره الشؤون الرياضيه انها تتابع لدى الجهات الاخرى انه والله يا اخوانك في كذا احنا كان مقترح من الاتحاد 23 24 لكن 24 في حدث عالمي واحنا نريد نخرج المسابقه الكاس يعني حتى الجهات الاخرى المعنيه تريد ان تبرز هذا الحدث باي حال من الاحوال ما يريدون يحطوه في يوم مثلا الحين مثلا يعني نقول مثلا فاز النهضه بالكاس شوف المسافه من مسقط الى محافظه البريمي شوف المسافه من مسقط الى محافظه البريمي يعني شوف وحتى الاحتفال اللي بتقام في البريمي مثلا يعني ما بيرتاح الجماهير ولا بتكون الاحتفال يديك المسيرات اللي مثلا المعتاده والمطلوبه لا لان الجماهير مثل ما قلتوا بتشتغل باللي وتابعت المباراه الكاس انديه اوروبا فبصراحه يعني هذه المشكله بامان يعني المشكله هو هذا التنسيق يعني انا من اجي اجتهد واحط موضوع معين مثل ما ذكرتوا انتم يعني هذا تاريخ مسبق ومعروف ومعلوم والجميع هنا تحدث كم مره تحدثنا في هذا البرنامج تحديدا على موضوع نتمنى انه المباراه النهائيه تقام في وقت لا يتعارض او يتضارب مع نهائي دوري ابطال اوروبا وبالتالي ما تغير اي شيء لكن مثل ما ذكرت انا يعني نادي صحم انت الان يعني ليش وضعت الفريق بهذا الموضوع ليش ما قدمت المباراه ما سيبه هو معلوم انه اخذ المركز الرابع يعني ليش ما قدمت المباراة ما تأثر شيء ابدا لا يجي اي تأثير يعني كل الامور حسمت في ايام عادية يعني اذا تجي تقول لي الموضوع يأثر انا اقول لك اذا صحم خسر المباراة الختامية يأثر طبعا هذا الموضوع انت ما وفرت السبل لهذا الفريق لو تعثر الفريق احنا نتمنى ان شاء الله التوفيق لهذا الفريق في المباراة الختامية للبطولة لكن اذا تعثر لا يوجد تنسيق فرغ الموضوع خلي الفريق هناك قدم مباراته يعني لا توجد اي مشكله فهذا موضوع للاسف ما تم مراعاته من اللي وضع يعني كان يجب ان يكون مراعاه لهذا يعني انت تلعب نهائي بطوله طيب عموما يعني قبل ما ندخل على موضوع الدوري ايضا كدوري محترفين هلال النصر والعروبه بعد ما خلص الدوري بهي الجوله قال احنا مدربينهم السلام عليكم صحيح كثير نفس الشيء بالنسبة للنصر بعد نفس الشيء
النصر والعروبه. اي النصر والعروبه يعني استغنوا عن مدربين، مدربينهم راحوا، فهذا يمكن جوانب ماليه هناك او ما شابه، ولكن في النهايه استكمال للمسلسلات السابقه. اي ولكن لانهم هم عاملين حسابهم. مقطع في حديث اخوي خلص شهر، لا ما خلص شهر، لا لا مقطع في حديث اخوي ابو حمد على اعتبار انهم عارفين هم الدوري بينتهي تاريخ 7/6 7/5 صح والله؟ بينتهي ما كانوا يتوقعون تاريخ 6 يعني 6 انت عديت النصف الثاني من الشهر، يعني صارت اعباء ماليه اخرى اضافيه على تدفع. اما هاي 7 ايام ممكن في عند توقيع العقد ان اخر جوله ويتم، يعني انديتنا قاعده تعاني وفعلا يعني تفرق معاهم 15 يوم و10 ايام اخرى تفرق. نعم. يحصل راتب هو يعني. هو احنا ابو خالد بس يعني على الاقل النصر انت هاي المدرب لان عندك انت ملحق. ايوه تختلف ابو خالد عادي. ايوه ملحق. ايوه عاد تختلف وضعيه المدرب مثلا الحين لا قدر الله مثلا لو خسر النصر الملحق مثلا ومعرض لان فريق المضيبي فريق مضيبي فريق مجتهد بصراحه وفريق خسر السباق الصعود لحساب بوشر في الامتار الاخيره وفريق مرتاح من فتره طويله عن مباريات لانه توقف فتره طويله وبالتالي جهز فريقه. لو خسر مثلا النصر او خسر وهبط الدرجه الاولى من مسؤول؟ من تحمل مسؤوليه؟ من تحمل مسؤوليه؟ اداره الفريق. وبعدين؟ بس الاداره قالت يعني وبقول لك وبعدين يعني وبعدين اداره الفريق وبعدين الفريق ايادي خفيه. لا هو والله بعد دخلنا بعد هاي لا هو شوف بغض النظر عن هذه الجوانب فعلا تسال تسال يعني يقول من يعني النصر على الاقل عنده مواجهتين حاسمتين بالنسبه له. العروبه ما عنده مشكله صحيح لو ان العمليه هذه لا يمكن هم لهم يعني الحين شوف بخال نيبوشا محمد البلوشي اكرم سلمان الحين بعد اكرم سلمان الحين جابوا بعد جيلي ومعه محمد الصيعري. شوف خمسة مدربين وفي النهايه ايش؟ طيب هو واحد كان الجزائري بالبدايه هذه هو عم جلول نعم عمليات الـ 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 يعني وبالتالي تجي ترمي الامور يعني عمل الادارات اخرى عمل الادارات انا اتوقع انه يكون دائما يكون معانا وقتي ولكن بس تعطونا المجال شوي. تفضل يا ابو احنا متفقين على اساس ان ابو خالد ان هذا الدوري السنه تحديدا في جوانب كثيره وجيده ولكن للاسف كل ما نريد نكون في الافضل ونسعي ان نكون في المقدمة. اعطينا الجوانب الجيده هذه الايجابيه. نعم. لا الجيده من خلال ان الدوري السنه مستواه الفني يعني مرتفع يعني نفس الشيء بالنسبه للمتابعه بالنسبه لكثافه الجماهير يعني بدينا نحس انه في جماهير نوعا ما في المباريات بس مباريات سحار كانت يعني لا في في يعني قارن لا كجماهير افضل جماهير لا كجماهير يعني صحار بس نعم ولكن كمتابع انا اقصد لك تكلمني على قبل لا تقول لي انه الجمهور هو يعني جمهور هذا الموسم اختلف بالنسبه لنادي صحار ومثل ما ذكر بالنسبه لنادي سيف في بدايه الموسم جمهور تكلمني على قبل بالثمانينات بالتسع يعني لا جمهور قبل بدايه التسعينات كان اكثر حتى بالتدريبات كان يحضر كان اكثر ولكنك انت كيف ترجع الجمهور اللي كان في الثمانينات واللي كان في التسعينات كيف ترجع يا اخي انا ما كنت موجود انا اللي اقصد يا ابو صدر يا ابو صدر ونتحدث عن اللاعبين المحترفين وامور كثيره فالجمهور لا تقول لي انه الجمهور طيب يا اخي ابو صدر لا 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 في هذا الموسم هذا الموسم جماهير نادي صحار طيب احنا متفقين في هذا الجانب ابو صدر شوف بقول لك حاجه ابو صدر احنا متفقين ان جمهور صحار كان هو العلامه البارزه في هذا الدوري بس مو كل الفرق لا حول ولا يا خلينا اكمل فكرتي فيما بعد كمل لك المجال ولك كملها على راحتك انزين فلاحظنا هذا الدوري انه كمستوى صراحه مستوى جيد صحيح في انخفاض مستوى فني المستوى الفني جيد نسبة المتابعة بالنسبة للجماهير بالنسبة للجوانب الإعلامية سواء كصحف سواء كغنوات حتى الإذاعية صراحة برامج كثيرة وفي متابعة بالنسبة لاحظنا مردود هذا الدوري وهذا التنظيم اللي تقدر تقول بحكم ان احنا اول سنة نخوض كتنظيم في الاحتراف لاحظنا حتى الحمد لله يعني مشاركتنا الخليجية الآسيوية ما كانت في المأمول ولكن الخليجية كانت ممتاز يعني مشاركة انديتنا وصول صحم الى المباراة النهائية ووصول نادي النهضة للادوار للدور قبل النهائي فنفس الشيء ويخرج بمستوى كثير جيد هذه عوامل انا افتكر من فائدة الدوري وما وصل الى من مستوى فني. هناك تبقى بعض السلبيات وكثير من السلبيات تغيير المدربين ما شابه الاستغالات بعض الاندية شهادات نعم وهذه من ضمن الاشكاليات في جوانب كثيره ولكن ابو خالد لما نتكلم ونرجع من خلال الدوري عن مستوى التنسيق
يعني اليوم الاتحاد يجد فيه خبيرين، وكل الناس قبل يكون الخبيرين كانت تطالب بخبراء. احنا عارفين ان كانت هناك في خبراء عمانيين من ضمنهم عبد الرحيم ومن ضمنهم اكثر من اسم، ولكن كنا نطالب، وانا تحديدا نطالب خبير اجنبي، وتحديدا اجنبي على اساس ايش؟ على اساس انه عنده خبره وعنده اطلاع اكثر ويقدر ينظم الدوري. احنا يعني الانديه مشكله في مسافات بين كل منطقه واخرى، في تنقل، في امور كثيره. يعني الدوري مهلك، مش مثل بعض الدول المجاوره ان انت بامكانك تتحرك مسافات غريبه، فتسهل سواء كنقل تلفزيوني، تسهل كمتابعه، تنقل الجماهير. ولكن الحمد لله اليوم لاحظنا حين جماهير من صحار حتى صلاله بالبر، من البريمي حتى صلاله، فهذا يشكر عليك كجماهير. الجماهير محبه ولكن تريد الادوات والعوامل اللي تساعدها انها تبرز. فللاسف ما كان التنسيق حتى اللحظات الاخيره في مباراه الكاس، ما كان التنسيق جيد بالنسبه من اي انسان غايم، سواء الرابطه او الخبير. ولكن في هذا الجانب صراحه يعني الخبير الاتحاد هو من يقع عليه اللوم في هذا الجانب، يعني غريبة وعلامة استفهام جدا كبيرة على هذا اللي نعمل فيه نهاية الكاس، انه تاريخ 24. احنا نتمنى ان شاء الله ان تكون احتفاليتنا مميزة هذه السنة، ويكون نهاية الموسم. خبير مسابقات. نعم طبعا في خبير مسابقات، في خبير فني، في خبير مسابقات، وفي كل خبيرين عندك، ولكن التنسيق كان غايب عن هذا الجانب. ابو خالد انا اريد ارجع سيف الدين. نعم انا اريد ارجع نفس الشيء بالنسبه لعمل سيف الدين الادارات خبير مسابقات ماليزي صح. فاريد ارجع لعمل الادارات احسن قلته احسن وجهه وقال عبد الرحيم سليم احسن له عبد الرحيم رجال جالس جزاه الله الخير يعني ما خبير ليش هذا نتائج عمل يا ابو خالد؟ يعني عندما اجيب لك اشخاص متخصصين انا اقول لك في نفس انا كنت اتمنى وكنت اتوقع انه يكون مثل ما قال ابو حمد. انا بعد بتكلم عن الموضوع هذا، ليش بتقول لي ليش انا بكلمك بعد؟ خلينا نلتهي بالارقام احسن لي. زين انا اريد ارجع لعمل ادارات الانديه في جزئيه بسيطه. لو نلاحظ النهضه، نادي النهضه وحدد اهدافه ولاعبين محترفين على اعلى مستوى، ونفس الشيء عرف ينتقل اللاعبين المحليين في تعاقده، استقرار فني واداري، عمل اداره ما لاحظناه في تصريحات وفي ردات فعل وفي اثاره وفي ما شابه. بالعكس كان عمل كثير من العمل وغليل من الهدوء، غليل من الكلام. نهى الموسم صراحه بتميز في وجهه نظري في 3 بطولات، هو يوصل لادوار النهائي وخذ بطوله الدوري وعنده فرصه انه ياخذ الكاس. ففي وجهه نظري يعني حصيله العمل انها كثير ممتازه. فنجا يعني صحيح انه عنده 3 بطولات، ولكن هو ثاني الدوري، نفس الشيء عنده حظوظ قويه على اساس انه يكسب الكاس وتكون التاسعه بالنسبه له، فعمل كثير جيد. ولكن غلل من حظوظ فنجا في الدوري تحديدا، انا من السبب الرئيسي المدرب السابق في وجهه نظري. بالنسبه للسويق يعني هناك عرفنا في اشكاليات، في اختلافات في وجهات النظر، ويعني برغم انه متواجد في الثالث ولكن في بعض الاشكاليات والاختلاف في وجهات النظر، وكل حد متمسك برايه. فهذه عامل، والعامل الثاني اللي غلل من حظوظ السويق انه يكون كمنافس، نفس الشيء ما توفق في اللاعبين الاجانب اللي يقدروا يعملوا اضافه قويه للفريق، فباستثناء اللي هو جفال عدي جفال، يعني صراحه لاعب يقدم عطاءات جيده في وجهه نظري. بالنسبه للسيب في المركز الرابع صراحه تحس انه عمل، وتحس انه في مواهب قادر انه من افضل المواسم. نعم من افضل المواسم، يعني يوصل لهذه المرحله. هو الان احتفظ بالمركز الرابع، يوصل بهذه المرحله. كان بدايه الموسم هناك في جماهير دعم للفريق بشكل جيد، وكان هناك في تحرك من الاداره ورابطه جماهير نادي السيب، كان حتى في اجتماعات اذا ذكروا قبل بدايه الموسم. اليوم نلاحظ حنا اكثر من اسم في نادي السيب يخدموا نادي السيب، ممكن يوصلوا للمنتخبات. المطلوب الان من اداره نادي السيب المحافظه على شكل الفريق، على 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 التكوين الجماهيري بالنسبه للفريق. السيب اليوم حتى في بالنسبه لدور الاولمبي فريق جدا اللي خذ هو البطوله، فريق جدا يعني موهوب، فريق منظم مع حسين حسن الكابتن. حسن هو اللي تولى مع حسين حسن، فهذه كلها تخدم مسيره النادي. فعمل في وجهه نظري عمل كثير ممتاز بالنسبه لهم. السيب صحم خارجيا ممتاز بشكل جدا كبير. لا ما عليه، خلينا نبقى احنا فتحت موضوع من هذا الباب. نعم. ما يتعلق بالفرق الاربعه الاولى في الدوري اللي هي ضمنت مراكزها اليوم. نعم
هل لك اي تعليق اخر على الاربعه هذه؟ لا لا مالي، انا قايل لك نادي بنادي. لا بعدين بناخذ السته هذه اللي امورهم باقي ترتيب يعني في نتائج مباريات بكره لا اكثر. أنا أنا الاربع الاوائل هم انا اعطيتك الاسباب ايش اللي ميز النهضه، ليش اللي ميز النهضه؟ النهضه طيب. كان مستغرب عشان كذا انا اقصد باخذ راي الشباب في الموضوع نفسه يعني. انا ما مشكله، ما عندي انا مشكله، انا حددت لك الى الرابع طيب. هذه في وجهه نظري الاربع الاربع الاوائل اللي ثبتوا الان في مراكزهم. صالح والله ابو خالد شوف، اعتقد ان ابو حمد قال بعض الجزئيات اللي ساهمت في بقاء الاربع الفرق في مقدمة الركب خلينا نقول في هذا الموسم. النهضة طبعا الكل يدرك بان استعداده كان مبكر، توجهه كان واضح، خطة عمله كانت واضحة بالنسبة للكابتن حمد العزاني. اول شيء استقطاب الكابتن حمد العزاني او تقدير الكابتن حمد العزاني بالاضافة الى محسن درويش بن النادي وخميس السعدي كجهاز فني كاستقرار فني موجود. خطة العمل بدأت منذ الموسم الماضي ابو خالد في نادي النهضة، يعني حدد الكابتن حمد ملامح الفريق في الموسم هذا اللي هو طبعا عدم وجود اي لاعب ينتمي للقوات المسلحه لان نظرا للظروف اللي مرت على الفريق في المواسم السابقه وبالتالي تاثر في النهضه. كانت كان واضح العمل فاستمر. نعم الفريق النهضه مر ببعض النتائج في بدايه الموسم خلينا نقول، لكن استمر الوضع هادي تماما بعيد عن الضغوطات. الفريق ما عنده ذاك الجماهير اللي ممكن تضغط على مجلس الاداره في رده فعل سريعه، فبالتالي استمر العمل في نادي النهضه بشكل مثالي. يمكن ما توفقوا في الكابتن البرازيلي لاعب البرازيل باولو، لكن تم الاستغناء عنه في بدايه الدور الثاني، وتم استقطاب لاعب اخر اللي هو طبعا عبد الصمد وحقي اللي شاهدناه بشكل مثالي لولا الاصابه اللي متعرض لها في فتره من فترات الدوري وغاب عبد الصمد. لكن اللي ميز النهضه ابو خالد هو خلينا نقول مجموعه، يمكن خلينا نقول 14 الى 15 لاعب. حمد العزاني قادر كيف يوصل من خلال هذا ال 15 لاعب قادر كيف يوصل الى الهدف المنشود. وحتى تشوف تبديلات الكابتن حمد، يعني تبديلاته واضحه، يعني سالم الشامسي، مهند الحسني، يعني الاسماء اللي في التبديلات موجوده وواضحه يعني. فبالتالي هو وضع ملامح الفريق من البدايه والبدائل، لذلك نجح اضافه الى وجود لاعبين محترفين بمستوى عالي. خلينا نقول على كلام جمال سعيد، جمال سعيد في اي لحظه ممكن يهلك المباراه. هو امس لو توفق في مباراه النصر في الفرص الانفراديه اللي صارت في الشوط الثاني كان ممكن ينهلك المباراه. فبالتالي عندك لاعب يخلصك وعندك امكانيات لاعبين بالاضافه لاستقطاب محمد الشيبه في الدور الثاني. محمد الشيبه في الدور الثاني عمل توازن في الفريق في ظل وجود خليفه عائل، في ظل وجود ناصر شميلي، وبالتالي هذه الاسماء كلها كانت حاضره. اضف الى ذلك عندك شوف منصور النعيمي، اصابه منصور النعيمي لولا وجود لاعب مثل انور الهناي وجاهز كان ممكن تاثر فريق النهضه. لكن منصور النعيمي غاب، نعم كلاعب قائد وكلاعب مؤثر، لكن اعتقد تجهيز انور اليوم اتى بثماره وشاهدنا انور يعني بشكل مثالي. النهضه بنعطيه حقه بكره لانه هو متوج بكره بالدرع. بالنسبه لفنجا اعتقد ان فنجا بدا الموسم جيد، يعني الكل في الاستوديو تحدث بانه فنجا يفوز لكن ما يقدم المستوى المأمول. لكن فنجا كان بداية الموسم يقول لك نحن عندنا فريقين، فريق من النجوم وفريق آخر من اللاعبين الشباب اللي نهيئهم في الموسم القادم أن يكونوا نجوم. فبالتالي في كل مركز استقطب لاعب خبرة ولاعب شاب، وهذا الشيء شاهدناه. لكن فنجا يمكن الظروف اللي مر بها نادي فنجا هي طبعا من أبرزها خسارته امام النهضه، هذه نقطه تحول في الموسم. بعدها طبعا المشكله اللي احدثها المدرب هشام القدران، ومن خلال هذا خسر الفريق تسع نقاط متتاليه، او عفوا سبع نقاط لان خسر من النهضه وخسر من صحار وتعادل مع المصنع 1-1، وبالتالي حظوظ انخفضت وانتهى مشوار خاص. وإضافة إلى خسارة تمام السويق اللي طبعا أنهت كل شيء، ويعني خلينا نقول أعطت اللقب للنهضة. لكن كفريق اعتقد ان كان فنجا قادر ان يوصل الى ابعد من المرحله هذه، او كان ممكن يبقى منافس للنهضه حتى النهايه. لكن اعتقد ان اشكاليه المدرب في نص او في توقيت صعب هي اللي احدثت الفارق في مسيره نادي فنجا. السويق مثل ما ذكر اخوي ابو حمد مر بالكثير من 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 المطبات الصعبه جدا بصراحه، يعني بدايه من بدايه الموسم ابو خالد الكل يدرك بان نادي لاعبين السويق حتى مباراه النصر الاولى اللي كانت في بدايه الموسم اللاعبين تم تجميعهم في المطار، يعني قبل السفر قبل السفر بساعات سافر الفريق وكسب نادي النصر كان بدات بالاشكاليات نعم
واستمرت الإشكاليات، لكن مع مرور الوقت بدأت الأمور يعني نوعا ما تمشي. لكن مثل ما ذكر أخوي هلال، أعتقد أن اللاعبين المحترفين الأجانب ما توفق فيهم نادي السوق، خاصة في الدور الأول تحديدا. يعني شوف الاستغناء عن برانكو، الاستغناء عن طارق التايب، إضافة إلى يعني عودة سيدا، لكن سيدا لازال مثل ما ذكر لازال مصاب. سيدا نعم هو لاعب كبير ولاعب لثقل، لكن إصابته لازال يعاني منها. إضافة إلى تعاقد مع نديم كريم، لكن طبعا أصيب وما استفاد من الفريق. يمكن اللاعب اللي برز هو عدى جفال، إضافة إلى الآن بدأ بلال عبد الدائم يظهر بشكل كبير صراحة. الهدف التعادل شاهدنا في شباك الظفار في محافظة الظفار، والهدف اللي حسم بمباراة أمام نادي فنجة، الهدف اللي من ركلة ثابتة، أعتقد بدأ لاعب يأخذ مركزه في الفريق أو يأخذ مكانه في الفريق. إضافة لأنه يلعب في ممكن يلعب في أي مركز، يعني قلب الدفاع يلعب لك في مركز ظهير، يلعب لك حتى وسط، وبالتالي هو لاعب يعني نوعا ما أعطى الفريق إضافة. الغيابات والإصابات والأشياء اللي مرت على فريق السويق أعتقد يعني كانت واضحة، لكن بقى المركز الثالث أعتقد نوعا ما خليني أقول شيء مرضي بالنسبة لي. من ثلاثية الموسم الماضي طبعاً إلى المركز الثالث، هذا الموسم رقم ثلاثة عنده. نأتي السيب أبو خالد ونتكلم بصريح العبارة، لولا وجود مساعد مدرب في الفترة اللي ترك فيها جيجو الفريق كان ممكن السيب يتعثر، لكن وجود يوسف الرفالي في مع الفريق من فترة طويلة عرف كيف ينقذ الفريق من ذاك الفترة الصعبة اللي طبعا عقبت استقالة جيجو وذهاب نادي صور، قاد الفريق بشكل مثالي، جمع 7 نقاط من 9 نقاط، وبالتالي واصل الفريق عطاءاته. نعم تعرض إلى بعض الهزات، لكن أعتقد أن المركز الرابع بالنسبة إيجابي جدا، لأن في الموسم الماضي كان فريق السيف مركز متأخر، وبالتالي أعتقد أن هذه الأمور اللي ساهمت بشكل أو بآخر في أن الرباعي يبقى في هذا في المركز من الأول إلى الرابع، لهم النهضة، فنجة، السويق، السيب. طيب خلصت الأرقام؟ والله ما تخلص أبو خالد، لكن حقيقة الكلام اللي تكلموا فيه الإخوان يعني إذا كان ثمة إضافة على الأربعة الأوائل هي حتى نشوف عشان ننتقل اللي بعده. لو تكلمنا عن الأربعة الأوائل لابد أن نرجع للمسابقة التنشيطية التي نظمها الاتحاد وكأس الاتحاد، كأس الرابطة، كأس الرابطة لازمية كأس الرابطة. عندما نتكلم عن نادي النهضة وصحم كان في نفس المجموعة، كان صحم الأول والنهضة الثاني. نتكلم عن المجموعة اللي فيها السيب والسويق والمصنعة والشباب، السيب الأول والسويق الثاني. في المجموعة اللي فيها ظفار والنصر والاتحاد، كان النصر الأول وظفار الثاني والاتحاد الثالث، فنجة وصور العروبة، فنجة كان الأول وصور الثاني والعروبة الثالث. يعني أغلبية الأندية التي كان عملت شغل جيد أو مشت في مسابقة الكأس الدور المحترفين عملت يعني بدأت بدايتها كثير جيدة واستمرت يعني مع تغيير في المراكز. يعني نادي النهضة هو خذ البطولة، لكن لو تشوف أن نادي النهضة كان يعني متأهل في الكأس الرابطة، نادي فنجة نفس الشيء، السويق، السيب، يعني صحم كان هو بطل الرابطة، لكن صحم الآن يتواجد في بطولة كأس مجلس التعاون الخليجي في النهاية. هي كثير من الأمور أبو خالد عصفت الآن ببعض نتائج الفرق، لكن عندما نتكلم عن أربع الفرق بالذات فعلا نتكلم عن استقرار جهاز فني وإداري وحسبة جيدة لفريق النهضة، وحسب ما هم كانوا رسمونها واصل عليها. وبالتالي نفس يعني نتكلم عن الأرقام التي حققها، بكرة راح أذكر لك كم عدد المباراة التي لعبها النهضة هذا الموسم، سواء كان في مسابقة دوري عمانتل أو الدوري كأس صاحب الجلالة المعظم أو كان دوري كأس الرابطة أو دوري الخليج، دوري كأس الأبطال. يعني 4 مشاركات السنة نادي النهضة، بكرة أعطيكم الأرقام إن شاء الله. طيب بالنسبة لفنجة، لكن فنجة نفس الفنجة، فنجة والنهضة والسويق كانوا في 4 مشاركات خارجية. في مشاركات خارجية، يعني هم 4 أندية اللي كان لهم 3 أندية اللي كان لهم مشاركات خارجية بالإضافة إلى نادي صحم. يعني 4 أندية النهضة، فنجة، السويق، صحم، لهم كان هذا الموسم 4 مشاركات خارجية. نتائج الدوري حقيقة استطاع نادي النهضة أن يعني يتعامل مع الدوري هذا بطريقة قياسا باللي صار في الموسم، هذا الفرق تستحقها. لو أن يعني نادي النهضة أقول مستحقها للعوامل الاستقرار، العوامل يعني في النهضة عطوه حق بكرة. الفنجة حقيقة هو يعني كان حسب
الاستعداد وحسب الامكانيات والتعاقدات حقيقه ما هي النتيجه التي يعني يامل فيها، لكن يعني يتواجد نادي فنجان في مسابقه كاس الغالي الان، ما يعني هذا امر في منتهى النجاح والسعاده. ننتظر مباراه الختاميه مع نادي النهضه، فريقين الاول والثاني في الكاس، وقد يكون هذا من 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 انجح المسابقات، عندما يتواجد الاول والثاني في مسابقه الكاس، في مسابقه الدوري، في مسابقه في المباراه النهائيه في الكاس، فاعتقد ان هذا ما يؤكد على قوه المسابقه وقوه المسابقه سواء الكاس او الدوري. السويق برغم الظروف التي عانى فيها هذا الموسم، والحسبه انا اقول الحسبه غير موفقه في اختيار العناصر، خاصة عناصر الدوري، عناصر اللاعبين المحترفين، هي التي عصفت وهي التي يعني عملت شيء من التأخير في بعض النتائج نادي السويق، لكن عاد في الأخير عودته حتى في بطولة المشاركة الخارجية في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي، يعني عندما بدأ في الملحق عندما يلعب في مع نادي القادسية الكويتي، لعب في مسقط وتعادل 0-0، خسر مباراته اللي بعدها يعني. فبالتالي نادي السويق كان من الأندية حقيقة اللي ثابت المستوى، لكن ترى بعض الأحيان الحسبة للجهاز الفني او الاداري في الفريق ما كانت الحسبه التي يعني ساعدتهم، على اساس انهم اللاعبين المحترفين او اللاعبين الاجانب خلينا نسميها بمسماته يكونوا اضافه جيده حق الفريق ويعطوه اضافه. بالعكس يعني نجد ان اللي استمر معاهم عدي جفال الا بالمستوى كثير جيد، ظهر فترات بسيطه في بعض المباريات القليله، وهو طارق التايب في بعض المباريات، وفي الدور الثاني تم الاستغناء عنه. اما بقيه اللاعبين اللي كانوا موجودين كانوا لاعبين عاديين، اللاعبين اعتقد اللي كانوا من ابناء السويق كانوا هم افضل واكثر عطاء، وهذه اثرت. وبعدين دخلوا في بعض الامور اللي ما في كان لها داعي ابدا، برغم ان هناك مع موضوع التكريم، فكانوا في فتره من الفترات انه يتكلموا عن موضوع التكريم والتكريم تاخر والى اخره، وفي نفس الوقت كان الجهود مبذوله من الاخوان، حتى كانت اللجنه برئاسه سعاده والي السويق والاخوان في الداعمين كانوا متولين هذا الجانب، بس اللاعبين كانوا يشغلون نفسهم وفيها في هذا اثر على الفريق يعني التكريم عاجل ام اجل راح يتم، وفي ما في نيه يعني في عمل في عمل مخطط للتكريم، وتم التكريم بصوره كثير جيده. لكن بعض اللاعبين للاسف الشديد هم يتمتعوا بعقود لكن تنقصهم بعض التفكير. اليوم انت عندما تلعب بنادي يهمك ان تحقق نتائج وتركز كل شيء كل وقتك او كل فكرك في موضوع الفريق. هذا موضوع الرواتب، الرواتب عصفت بكل الانديه وليس بنادي السويق او نادي او بعض الانديه التي اعلن فيها مشاكل، عصفت لانه وضع طبيعي. كل سنة يزداد موضوع التعاقدات لأنه يختلف، والسنة هذه زاد أكثر الموضوع لأنه موضوع دوري المحترفين، وعلى اعتبار أنه في دعم، هو لم يأتي دعم، الأندية بقت على وضعيتها 50,000 من قبل وزارة الشؤون الرياضية أو الأمور الأخرى، فهذه أثرت على نادي السويق حقيقة. فلكن في الأخير استطاعوا يعني يلموا الموضوع بصورة عاجلة، وأعتقد أنه يعني تواجد السويق اليوم في المركز الثالث يعني كنا نتوقع أن يكون منافس قوي، لكن على الأقل أن تواجد في المركز الثالث شيء عمل إيجابي، بحيث ان رده الفعل تكون الموسم القادم الان يدرسوا، لان عناصر نادي السويق حقيقه من العناصر الشابه المتميزه، ويلعبوا في ناديين يعني يلعبوا ابناء السويق يلعبوا في نادي المصنعه ويلعبوا في نادي السويق، وفي بعض الانديه الاخرى بعد يعني في مخزون ما شاء الله من اللاعبين وموجودين من ابناء نادي السويق. اتمنى من لك الاخ صالح كونك انت من سر النادي انكم تاخذوها وجهه نظر فقط لا اقل ولا اكثر. بالنسبه للسيب السيب حقيقه من افضل المواسم يعني فعلا السيب اللي عصف فيه الموضوع يا ابو خالد هو جيجو جيجي هذا انا عقدني شويه الاسم هذا ما اعرف جيجي جو الله يستر عليه جيجو جيجو لكن اثر على نادي السيب حقيقه لو كان استمر مع نادي السيب بصراحه لان اشوف النتائج الايجابيه حققها نادي السيب في بطوله كاس الرابطه نتائج كثير متميزه وصل النهائي وعلى يومين وفريقي كان يقدم مستويات كثير ممتازه، لكن الله يهدى بعض الاحيان فكر المدربين بتفكير غريب وعجيب، انت فريق قاعد واصل الى 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 كاس الرابطه، تجي تقول لي والله انا ابحث عن نادي حق بطولات، يعني فكر غريب او هذه المشكله. كان مؤثر بكل تاكيد، انا اقول المشكله الحقيقيه التي اثرت على نادي السيب هي عدم استمرار المدرب معه. هذا بعكس اداره فريق اخر طلبت من المدرب كانت نتائج جيده قالت له احنا نريد بطولات، قال ما اقدر اجيب بطولات، عكس تصريح هذا
اللي هو في مدرب يضمن ايضا، يعني المدرب هو يقول لك انا الفريق هذا مو فريق بطولات، هذا يمكن حصل يعني تصريح بالنسبه له مع اداره نادي اخر. وبالرغم كنت حتى يعني كان الاخوان ماشي مع الفريق ماشي معاهم، وبعدين كنت متواصل مع احد الاخوان وكنت ابحث أن في هل هناك في مشكلة إدارية في الرواتب ما رواتب؟ أبدا ما كانت لا في مشكلة رواتب، لا كانت مشكلة راحة نفسية، كان موفرين لك كافة الإمكانيات ومعطينا كافة الأمور، لكن بعض الأحيان المدرب مثل ما قال أخوي صالح تواجد المساعد المدرب يوسف بصراحة هذا عمل لابد أنه يعني يشكر على الكابتن يوسف، لأنه هو عرف كيف أنه يواصل المسيرة، حتى لو أنه تعرض لهزة كبيرة في الدور الثاني أبو خالد نادي السيب تعرض لهزائم تقريبا خمسة أو أربع هزائم، خمسة هزائم متتالية. فالسيب أنا أعتقد وجهة نظري البسيطة أقول السيب لابد أنه يستفيد من موقع هذا السنة أو هذا الموسم من المركز صدر الرابع في بعض الفترات هذا الموسم، واحتفاظ ببعض اللاعبين وتعزيز الفريق بلاعبين آخرين خاصة من أبناء السلطنة، وجلب لاعبين جيد ومدرب في مكانة جيدة، ونعرف نادي السيب دائما يختار المدربين الجيدين يعني من مدربين جيدين اللي واصلوا معهم. فنتيجة لكن هو بالنسبة للمركز الرابع الآن ممتاز، يعني قد يكون مشاركة قادمة له في أحد البطولات الخارجية فيستاهل. فبالتالي من الآن الإخوان في نادي السيب يفكروا على الموسم القادم، ونعرف أن نادي السيب من الفرق التي ماشية جيد وممتازة في المراحل السنية، وهذا لا يخوف على الأندية التي تمشي في المراحل السنية وتقدم مجموعة من الشباب، هذا شيء جيد. والسيب تعرف يعني الجانب الآخر ولاية كثافة سكانية كثيرة فيها، وكل الشباب يعني اللي يريدوا استقرار تحصلهم ساكنين في السيب ويريدوا يلعبوا في قريب من نادي السيب، يعني نادي السيب الحاضن، يعني الحاضن لكثير من الشباب لديهم الرغبة في لعبوا في نادي السيب، وبالتالي نادي السيب هو حاضن لهم، واتمنى ان شاء الله انهم يستفيدوا الاخوان في نادي السيب هذا من هذا الموسم، لان الموسم الماضي كان موسم غير جيد لهم، هذا الموسم اعتبره موسم جيد. للموسم القادم خطوة كثير إيجابية، أعتقد نادي السيب لو مشى بالخطوات اللي هم مشوا فيها وصححوا بعض الأوضاع ويعني يهتموا ببعض العناصر وجذبوا بعض العناصر الشابة للفريق وعززوه واستعداد قبل بداية الموسم، أعتقد نادي السيب يكون حصان أسود منافس قوي في مسابقة الكأس الغالية، وعندهم مواهب وعندهم إمكانيات. الفريق الأولمبي يعني الفريق الأولمبي يعني فريق الصراحة يعني شوف وشيء الميزة الممتازة مثل ما تكلموا إخواني، الميزة الممتازة أن حسين ماسك فريق ويقدم مستوى كثير جيد، وبالتالي يعني هذا الشيء ما يريح، لاعب مهاري ولاعب خلوق جدا ومجتهد وابن النادي يعني. فدائما عندما تجد ابناء النادي يتوالوا على المناصب سواء كان الاداريه او الفنيه في النادي، هذا تحس انه فعلا النادي قاعد يخطط تخطيط صحيح، يعني يخطط على استقرار جيد. نتمنى الاخوان الانديه الاربعه حقيقه فنجي النهضه وفنجي والسويق والسيب هذا الموسم حققت نتائج اربع المراكز، وكذلك الحال ببقيه الانديه عندما نتكلم عنها، كل التوفيق ان شاء الله. الكلام عندك يا صديقي. طيب وعلى طاري كان الكلام عن السويق، حسب ما عرفنا انك لجنه فنيه، يعني الجماعه عاملين لجنه فنيه تجهيزا للموسم القادم برئاسه العقيد حمل الجهوري، وايضا جيد رئيس الرياضه العسكريه وشيء مدير الرياضه العسكريه والله شاب جيد بصراحه حمد، والله انا احييكم بصراحه فكره كثير رائعه، لان اثبت وجود شخص الاسماء القديمه ايضا والشخصيات اللي عملت في النادي ولها تجربتها مع النادي ايضا. هذه خطوه تحسب صراحه، خطوه ايجابيه يعني تحضيرا للموسم القادم، شيء طيب. بكره على هامش المباراه ان شاء الله بيكون في اجتماع مع اللجنه الفنيه مع اللاعبين كجلسه يعني وديه بعد نهايه قبل بدايه المباراه مع مقيس، وان شاء الله تتضح النوايا يعني تتضح الرؤية للموسم القادم. لا جيد صراحه، الله يوفقكم. وبعد بالمره ندعو الجماهير بكره لمواجهه السويق، لان المباراه بكره ان شاء الله ملعب النادي مجاني بعد بكره. انا ما قلت لك بيصير في تغيير في الجدول، قلت لي لا ما بيصير. لا هي تغيير عاد، هاي بناء على اتفاق ناديين. لا اتفاق ناديين. طيب بس كان في تفريق في انديه. اذا عبد الله بالمناسبه فايز الرشيدي باقي مع السويق؟ باقي، نعم باقي لحد الحين، باقي ما في شيء. بس كلام انه لا ما نشر هذا عاري من الصحة لحد الحين. فايز يعني هو يقول لك انه انا اطالب ما يعني انه نادي عرض له حقك اللاعب حقه، يعني بغيت احد يروح ترى خلاص محترف عرض وطلب موافقة النادي في النهاية طبعا. يعني موسم المقبل مع السويق باقي
والله لحد الحين الى الان بكره المباراه بعد هو لا لا صحفي هذا مثلك تشوف حلو الحوار الصحفيين لا 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 هو نشر الموضوع لكن هو صراحه لا حلو ولا مر فايز بس هو كلام نشر كثير ويمكن خلينا الصحافه فايز مطلب الانديه كثير طبعا فايز والان العيون عليه ولي انه هو في كل موسم يعمل حارس مميز هو اكيد هناك هو مطلب الكثير من الأندية النجومية كل ما كنت مطلوبة مميز يا سلام عليك كانت الأندية هي اللي تبحث عن الخامة. طيب ناخذ الفاصل ونرجع نكمل على بقية الأندية في دور عمان المحترف. جلال السلطان يعني كان شيء يعني عفوي شيء يعني فعلا يعبر عن اهتمامه بالرياضة. للأهلي ويتسلمه كابتن الفريق غلام خميس. كسبنا 4 أهداف الحاجة الإيجابية إن أنا اللي سجلت الـ4 أهداف. رشيد رشيد جابر جاب الهدف الثاني بعد مرور حوالي. مقر كان يستأجر من المواطنين بيت منزل لعائلة مارس فيه نشاطنا. حياكم من جديد متابعين الحوار فيما يتعلق بدور عمان تل للمحترفين الذي سيختتم غدا في جولته 26. باخذ تويتر ابرز التغريدات حتى الان على الحساب الرسمي للبرنامج وبنرجع نكمل مع كل الود والتقدير لكل المغردين. محمد الهنائي: هذه الجوله لن تغير شيء، اتمنى من صحه من يلعب بالرديف والفريق الاساسي يجب ان يستعد للمباراه الحاسمه بالاستاد المكتوم باماره دبي. أبو تسليم عبد السلام: مباريات تأدية الواجب لا أكثر، والأهم يكون الدعم موجود لنادي صحن في نهاية الخليجية، كلنا صحن من أجل الإنجاز التاريخي. أيضا يقول: شكرا لبرنامج الدكة، برنامج شيق ممتع، ساهم بشكل كبير بالارتقاء بدوري المحترفين للسنة الأولى، نتمنى تخصصوا حلقة خاصة عن استعدادات صحن. إن شاء الله ليلة المباراة بتكون حلقة موجودة بإذن الله. عمار الشنفري: بالتوفيق كل زملاء أعضاء البرنامج، وكل التوفيق للملك النصراوي في مباراة الملحق مع الأشقاء نادي المضيبي. فهد محمد مفلح: هذا ولد محمد مفلح، سلام الكباتن في الاستوديو، بس حبيت أستفسر، أنا خارج بلاد مشجع نصراوي، هل سيتم نقل الملحق بين النصر والمضيبي أولا؟ يا ريت يتم التوضيح أو لا، إن شاء الله بتكون مباراة منقولة إن شاء الله.
محمد هنا يقول لنا ننسى ايضا نشكر اداره نادي النهضه، قدموا لنا فريق رائع امتعنا طوال الدوري، وايضا قدمت لنا الاداره نموذج جيد كاداره محترفه وبالتوفيق. فود العبري سؤال موجه لرئيس الاتحاد، لماذا يتم اختيار لاعب المنتخب ليس اساسي في نادي والذين برزوا في دوري هذا الموسم لم يتم اختياره؟ خالد رواحي نتمنى يتم سماعكم من قبل الاتحاد والوزارة المقرة بخصوص موعد نهائي كأس الغالية، لابد من تغيير موعد لأن راح تحضر جمهور قليل. إبراهيم الرواحي كل عام وأنتم بألف خير وأرجو أن يكون العام القادم عاما فنجاويا. أبو وسل العلوي دوري المحترفين نجح كبداية هذه السنة، طاقم سعودي سيحكم مباراة الأزرق الصحماوي في نهائي البطولة الخليجية. محمد الإسماعيلي النهضة طلب من الاتحاد نقل مباراة تتويج إلى صحار بعد موافقة نادي الشباب، لكن الاتحاد رفض لحضور الجماهير وإراحة الفريق بعد مباراة الأمس. سالم الحارثي أحلى ما في هذا الموسم الدكة، برنامج أثر الساحة ناقص برنامج على التحكيم برنامج الجماهير. شكرا لك وإن شاء الله هذه الأفكار موجودة، ربنا يسهل في الموسم القادم يا سالم. شكرا لكل المغردين. أبو حمد قلت لي قبل ما أبدأ في الأندية الأخرى في جزئية أبو فيصل ذكر بخصوص، أنا أعرف أن هذه النقطة اللي بفتحها صحيح أنه أنا أريد أختصرها في جزئية، ولكن أنا أعرف أنه مش تنطرح في الدكة، ممكن تنطرح في برامج اللي هي تناقش قضايا الأندية. بالنسبة للدعم السنوي للأندية، الآن كثير من الأندية هي معتمدة على الدعم السنوي. أنا في وجهة نظري يعني من خلال المعايشة وخلال من شاهد وخلال من تابع، أنا أشوفه من الظلم إنك تعطي فريق يصرف ويتعاقد ويشارك ويلعب في درجة أعلى بنفس فريق ما يحرك حتى ساكن طوال الموسم، أو طبق من 40 سنة ما حرك حتى موسم ما صعد ولا درجة. خلي ما صعد، في بعضهم من موقفين إن شاء الله خدم أصلاً. يعني من الظلم. أنا أشوف البرزة عاد مع خالد. وأنا أتمنى من الأخوة خالد والشباب، لأنه هذا فعلاً يعني أنا أشوفه كذا من الظلم. يعني هو صح إنه هناك بالتساوي، ولكن ما يا اخي عشان يكون مميز على اساس يوصل للانديه اليوم اللي وصلت سواء فنجا سواء النهضه، هذه انديه جالسه تنافس وجالسه تدعم وجالسه تثري المنتخبات، ولكن وتحصل نفس الدعم مع انديه ثانيه في الدرجه الثالثه في الدرجه الثانيه، يعني مكانك صفر. اذا ما المفروض ان يكون الدعم هو واحد لكل هذه الانديه، هذه جالسه تقدم لاعبين للمنتخبات، الانديه الثانيه ما تقدم ولا حاجه للمنتخبات، اذا يعني في طيب. اشكاليه. فانا اتمنى انه هذا الموضوع طيب. هذه الجزئيه فقط ناقشت من في البرز ان شاء الله هناك مع زملاء خالد والبقيه. هيثم بنتكلم عن الانديه من 5 إلى 9، صحم صحار صور الشباب لمصنعه، بنخلي ظهار العروبه اللي هم 10 و11 في المحور القادم. صاد تكعيب صحم صحار صور ومعهم الشباب والمصنعه مفارقه، بس انا هم ينتظروا الان ترتيب لاكثر يعني في الجدول. نعم أنا قلت لك أبو خالد بالبداية إنه يعني هذه الجولة يعني الفترة الزمنية وانتظار الفرق، يعني جولة أعتقد إنه جميع أصاب الملل يعني من اللاعبين من الأندية، لا يوجد شيء جديد سيتم تقديمه يوم غد عموما. لا أنا أقصد كموسم بالنسبة لهم. نعم أنا الآن قبل هذا عندي موضوع، يعني الآن طرح أبو حمد موضوع جيد. ما عليه بس دخلنا نخلص هذا بس موضوع لا هو مرتبط يعني حتى بكره ممكن لنا. أنا أقترح لا أبو خالد أقترح أن الموسم المقبل أنه يكون 12 فريق يعني يخططون على الموسم اللي بعده. أقترح هذا الاقتراح لسبب سبب بديهي وواضح، أنه نشوف انه الفريق يعني بالمركز 13 و14 انه يعني كانوا محطه سهله للامانه، يعني واحد ما يريد يبالغ طيب بالكلام. حتى لو كانوا يعني 12 و11 وهم قبل كانوا لا، حتى انه ما يكون هناك مجال انه للكلام او الحديث انه ربما يكون هناك هبات او هدايا او بعض الفرق قدمت خدمه لفرق اخرى. فانا اعتقد انه يعني حصر هذا الموضوع وما يكون فوارق، يعني احنا شاهدنا المركز 13 و14 مع جل تقديرنا لفرق فريقين جيش والاتحاد، يعني كان هناك فارق كبير بينهم وبين الفرق الاخرى. طيب بغض النظر عن لو كانوا 12 و11 يعني هم كانوا قبل يعني لا لو كان 12 فريق ايش المشكله؟ ترى نفسهم بيكونوا في 12 و11 لا ما انت من يكون عندك 12 فريق، وهذا موضوع كان قبل يعني، والموضوع احنا نتذكر كيف انه صار اي كان 12 ارتفع عدد الفرق ونعرف الاسباب واللي صار، لكن اعتقد المنافسه تكون اقوى.
حتى انه مثل ما ذكرت لك انه يعني الفرق الاقوى هي اللي تكون موجوده في دوري المحترفين، بعدين انه انت من تقلل هذه الفرق تبتعد عن امور اخرى على موضوع الامكانات الماديه، على تتكلم عن مثلا الاتحاد ومجيس البطل والوصيف الدرجه الاولى هذول فريقين. نعم ابو خالد، يعني هم اللي متاهلين. احنا شاهدنا يعني بهذا الموسم يعني فرق ما مكتمل العدد بالنسبه للفرق الاخيره، اذا كان مجيس والاتحاد فريق شاهدنا انه يقوده مدير الفريق، احنا مو شاهدنا يعني الكابتن هوبيس فوزي. الفريق الاخر يومية يعني تشوف انه اللاعبين متغيرين، يوم عنده نقص بالدكه. انا بس ما فاهم يعني لو صار 14 او 12 ايش المنافسه تصير اقوى؟ اذا كان 12 فريق 12 المنافسه تكون اقوى حتى بالنسبه للترتيب. شاهدنا احنا الاشكالات. يعني هذا مقترح انه يعود. طيب هذا ممكن مو الموسم المقبل، الموسم اللي بعده يعني الموسم المقبل يطبق. هذا المقترح. ارجع كابتن بالنسبه من السادس للتاسع، من الخامس للتاسع. نعم يعني فريق صحم، احنا تحدثنا جميعا انه الفريق ظهر هذا الموسم بوجه مغاير، ونعيد هذا الكلام، بين وجوده في بطوله الدوري وهو كان منافس العام الماضي، وبين مشاركته في البطوله الخليجيه وشاهدنا النجاح اللي حققه، ومن خلاله تواجد في المباراه الختاميه، وهذا انجاز للفريق يحسب. فكان هناك وجه مغاير يعني في الدوري هذا الموسم، مستوى الفريق ويعني كانت نتائجه متذبذبه في بعض الاحيان، يقدم مباريات كبيره، خسر بعض المباريات كان بامكانه ان يحقق الفوز فيها. عموما الفريق طبعا اختلف عن الموسم الماضي، الموسم الماضي يعني حتى الجولات الاخيره كان ينافس على بطوله الدوري. بالنسبة لفريق نادي صحار، نادي صحار طبعا من أفضل الفرق يعني اللي تقدمت هذا الموسم، يعني فريق تشاهده قبل أن يوصل الدوري إلى الختام هو يعاني ويصارع بالمركز الثاني عشر، ونشاهده بعد ثلاث جولات أربعة قفز الفريق بوجود المؤازرة الجماهيرية الكبيرة. هذه المؤازرة وهذا الجمهور المتميز اللي كان العلامة الفارقة هذا الموسم، واللي حقيقة يعني ليس فقط احنا، الجميع اشاد بالحضور الجماهيري، كان علامة بارزة حقيقة، وقف خلف اللاعبين كان له تأثير على نتائج الفريق، خصوصا المباريات اللي لعبها نادي صحار على ارضه وامام جماهيره. ايضا تعاقده مع المدرب الاردني في الفترة الاخيرة اعطى الاستقرار، اعطى شاهدنا الروحية العالية اللي يلعب بها اللاعبين. المدرب أضاف حقيقة، احنا مو دائما نتحدث عن المدرب الأجنبي، هذا المدرب كان إيجابي بصراحة مع فريق نادي صحار ومع اللاعبين. نادي صور طبعا مر ب يعني سيناريوهات متعددة ومختلفة وبفصول مختلفة. يعني نادي صور بدأ بالموسم جيد، بعدين تراجع، بعدين رجع، واحنا شاهدنا التغيير بالمدربين والأمور اللي صارت إلى أن تم التعاقد مؤخرا. طبعا احنا اجمعنا جميعا على انه المدرب البوبوف البلغاري اللي كان مع الفريق حقيقه كان مدرب جيد، فريق استقر معاه، فريق قدم اداء ومباريات كبيره، لكن بعد ذلك تم تغيير المدرب، تراجع الفريق، تراجعت نتائجه، ومن ثم عندما تعاقد الفريق تعاقدت اداره النادي مع ادريس المرابط الكل يشهد انه رجل عنده خبره كبيره في الدوري، استطاع أن يعني يتوفق مع الفريق، استطاع أن يعني يوضح لنا لاعبين منسجمين. أيضا كان هناك علامات بارزة بالنسبة لنادي صور هذا الموسم، نتاجاته سعود خميس الفارسي، أيضا اللي دائما طالب سامي أحمد خلفان بالإضافة إلى سامي الحسني طبعا اللي موجود بالمنتخب، لكن أنا أتكلم على السيابة أيضا من اللاعبين اللي حقيقة أدوا أدوار جيدة، ودائما احنا نطالب به انه يكون هذا اللاعب له فرصة يعني في المنتخبات الوطنية، بالإضافة الى زملائهم الآخرين حتى ما نبخس حقهم. نأتي الى نادي الشباب، فريق نادي الشباب طبعا يعني بالآونة الأخيرة، يعني نعرف احنا موضوع الكابتن إدريس المرابط واللي صار والشهادة وال يعني موضوع يعني تم التطرق له بمناسبات عديدة وفي برامج مختلفة. بعد أن تعاقد الفريق أو إدارة النادي مع مبارك سلطان، شاهدنا نتائج الفريق في الآونة الأخيرة تحسنت نوعا ما. نادي الشباب يضم لاعبين
من ابرز اللاعبين واللي بعضهم عنده خبره كبيره. يعني اذا كان يونس المشيفري اللي ينافس على يعني نافس على لقب الهداف رغم ابتعاده في بعض الفترات، اللاعب الرائع جدا محمد علي السيابي اللي للاسف يعني افتقدناه بسبب الاصابه وحتى المنتخب الوطني افتقده، هناك ايضا لاعبين اخرين يعني شاهدنا ايضا محمد تقي لاعب الخبره اللي يعني برز في مواسم سابقه مع نادي مسقط وهذا الموسم كان مع نادي الشباب، بالاضافه الى لاعبين اخرين يعني يونس اوغانا المحترف المغربي ولو انه ما ظهر مثل ما كان في نادي المصنعه بصراحه كان مستواه افضل بكثير، لكن عندهم مشاكل في خط الدفاع وتحدثنا عنها وايضا حتى في حراسه المرمى. ناتي الى نادي المصنعه، المصنعه كنت اتمنى انا شخصيا يعني انه مدربهم السابق الكابتن سهيل الرشيدي اللي الله يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله قدم فريق جيد ولاعبين جيدين ونادي المصنعه امتعنا في بعض المباريات عندما تواجد الرجل، وبعد ان يعني اصيب بالوعكه الصحيه اللي نتمنى له الشفاء كنا نتمنى انه المدرب يعني يتم على الاقل تقديم الى يعني كجانب معنوي، يعني جانب معنوي انه اداره الفريق تعتني بهذا المدرب او على الاقل تتكفل بعلاجه وامور اخرى، لانه الرجل يعني قدم لنا لاعبين شاهدناهم احنا بالموسم، وايضا من ابخس حق الكابتن وليد اللي ايضا اكمل مسيره المعلم سهيل الرشيدي، وبالتالي احنا شاهدنا لاعبين اليوم نطالب بهم ايضا ضمهم للمنتخب كالهاجري لاعب شاب جيد شاهدناه في المباريات، بالاضافه الى تواجد وليد السعدي لاعب نادي السويق السابق ايضا كان له بصمه مع الفريق، سعيد الضبعوني اسماء عزان طبعا اسماء كثيره حقيقه تالقوا مع نادي المصنعه هذا الموسم بالاضافه الى لاعبيه المحترفين كانوا على اعلى ما يكون. للتاسع ولا بس لك حد الظفر والعروبه ما بنتكلم بها للتاسع لا بس كجوانب من ساعد ابو صقر في جزئيه انه هو يتمنى انه تغليص الانديه الى 12 نادي. احنا نعرف ان مسابقتنا في الكاس محدوده، نعرف ان مسابقتنا في الدوري ما عندنا مباريات كثيره صحيح لك في كاس الاتحاد لا هو كل مكان في الموسم كانوا كل مكان في الموسم عندك كم هايل من المباريات اكثر طبعا هذه هي اللي تعطي المستوى. طيب ويجوك فرق لان هناك فوارق بالمستوى يعني فرق تكون محطه لا بس لما تجي خلاص انت اعلى نتيجه بالموسم وين تحققت اعلى نتيجه بالموسم قل لي ذكرني اعلى نتيجه بالموسم 8 زين السيد على الاتحاد بالضبط نعم. والنهض على مقياس 6-0 زين فوارق هناك يعني ابو نزل مقياس 6-1 نزل مقياس ونزل يعني قول لي من الفرق الباقي خسرت بهذه النتائج لا 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 ما تنظر لبهذا المقياس وبعدين هم اصلا كانوا نزل مقياس ونزل المنافس اقوى بالنسبه نزل مقياس ونزل الاتحاد الان في فرصه الخابوري انه يرجع في فرصه ان المضيبي يرجع لا هو وجهه نظر هيثم يعني هو وجهه نظري يقول لك الفرق التي ما تي بنفس يعني مستوى اللي ليش سحار؟ ايوه سحار لا سحار سحار في جوانب يا ابو حمد في جوانب سال السحار احنا تكلمنا كله ان الجماهير اللي مع سحار لو كان موجود كان يعاني لكن الجماهير اللي مع سحار الناس الالتفافه هذا بالنسبه له هو مقترح لا يعني ايه لا هو طبعا هو وجهه نظري يعني هو مقترح يقدم الموسم المقبل لا مقترح يقدم الموسم المقبل لا شوف انا اعطيك مثال انا اعطيك مثال تفتح لي هذا الموضوع لا 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 في جزئيات حديث ابو خالد كيف هو صحم ما يستوي الناس شوف صحم رجوعه صحم احنا نعرف من كذا سنه هو تواجد في دور عمان تب من كذا سنه ولكن رجع كفريق اصيل كفريق منافس كفريق قوي الشباب نفس الشيء هي ولكن صحم شوف التعاقدات شوف ابو حمد شوف تعاقدات صحم استدل الموسم خلاص اذا هذه مشكلتك انت كنادي اقول لك ايوه شوف تعاقدات صحم الموسم عشان بقى وانا 5-9 هل حد عنده اضافه على الكلام اللي ذكره هيثم؟ لا والله انا ما تكلمت عن هذه الانديه انا اتكلم في جوانب غير عن الفنيه انا اتكلم في عمل اداره تكلم نعم بالنسبه احنا نتكلم عن نادي صحم لما وقفنا في محور الحديث اتكلم عن نادي صحم الناس كلها تسال ليش صحم هو الفريق ليش خارجيا مميز وانا ما اريد احبط هذا الجانب هم يستاهلوا وصولهم للنهائي ويستاهلوا انهم ياخذوا بطوله انديه الخليج وداخليا ما كانت النتائج
مرضيه للمحبين والمتابعين وكل النقاد. انا اتوقع انه هناك في جوانب كثيره، جوانب انه هم استغروا في الدور الثاني خاصه على اللاعبين الاجانب صراحه، يعني زينو محمد يقدم عطاءات جيده من بدايه الموسم، بالاضافه الى ابراهيم جالس يقدم ادوار كثير جيده في الفريق. فانا اتوقع اللي قلل الحظوظ الفريق في المسابقه الداخليه في الدوري يعني تغيير المدربين، ونفس الشيء بعض مزاجيه اللاعبين، لان الرغبه كل ما كانت رغبه اللاعبين نلاحظهم خارجيا هم متميزين نفس اللاعبين، ولكن هناك الرغبه انبنت بشكل اوسع، حصلت مساحه على اساس انها تبدع سواء كعمل اضافي من الاداره او من الجهاز الفني الحالي بقياده الكابتن خيري. فلاحظنا عمل كثير جبار وعمل كثير مميز خارجيا، ولكن فات الفوت بالنسبة للعمل داخليا في الدوري مع تغيير المدربين ومع عدم الاستقرار بالنسبة للاعبين، هذه غللت من حظوظ الفريق. لما نجي إلى صحار أبو خالد، نادي صحار الدور الثاني هو ثاني أكثر فريق جمع نقاط في ملعب في الدور الثاني، ثاني فريق يعني هو جمع نقاط تحديدا في ملعبه. صحار قدر اني يعني تكون هناك عنده حلول، سواء لما شاف ما في قابليه من الجهاز الفني اللي بغيات كلايد افتكر امير كلادي على طول هناك كانت في تحركات، على طول كانت هناك في معالجه لبعض الجوانب، واستعان بمدرب وطني هو عارف امكانيات الفريق وصار على نفس الرتم. وفيما بعد نفس الشيء المدرب اللي تعاقد معه كمل العمليه وظهر الفريق بشكل جيد. هناك في تحرك جماهيري، هذا ما لاحظناه في كثير من الانديه اللي هي عززت وساهمت في انه نادي الصحار يوصل لهذا المركز، وعنده مجال انه يوصل للمركز الخامس، صح ولا لا؟ هذه كلها عوامل صراحه. اضف الى ذلك تميز اللاعبين وكثير من خامات اللاعبين الموجوده، يعني الخامه الطيبه بالنسبه لبعض اللاعبين الموهوبين عززوا من امكانيه الفريق انه يتواجد بصوره جيده. الشباب نفس لاعبين نادي صحم داخليا، انا اتوقع ان نفس الشيء، تغيير مدربين ومزاجيه اللاعبين هي اللي غيرت. تلاحظهم مره يقدموا لك مباريات ولا اروع، تلاحظهم فيما بعد يقدموا لك مباريات مفتوحه ممكن اي فريق، تلاحظ اخطاء دفاعيه فريق مبتدي او لاعب مبتدي ما يرتكبها، فكلها هي تنصب تحت تغيير المدربين، سواء كانت مشاكل من قبل الاداره او من قبل اللاعبين، ولكن الجانب الثاني نفس الشيء مزاجيه اللاعبين. بالنسبه للمصنعه صراحه المصنعه من الفريق اللي قدم عطاء كثير جيد خاصه في الدور الثاني، وفريق مهتز في اصعب الظروف لما مدربه كانت هناك في اشكاليه للكابتن حسين الله يعطيه الصحه. الدور الثاني يعني الدور الاول كان افضل في الدور الاول، نعم في الدور الاول قصدي يعني كان كثير وقدر انه يكون منافس ومتصدر يعني في بعض الجولات، ولكن الفريق اهتز باصابه الكابتن حسين، ولكن كمستوى ما تغير مش في نفس الاضافه الى ايقاف كونيه في اربع مباريات. ايقاف كونيه هو اللاعب محترف ومؤثر، وليد الكابتن وليد سار على نفس النهج، واكيد انه هناك نفس الشيء، هذا عمل اداري يحسب لهم، عمل لاعبين نفس الشيء، يعني اللاعبين دائما يشتغلوا كمجموعه واحده، هذا يساعد انه هم متغاربين مع بعض، واحنا نعرف بعض ايش ردات الفعل كانت لما اداره النادي بالتراضي او ما شابه او استغناء عن الكابتن حسين، ايش كانت ردات الفعل بالنسبه للاعبين. فهذا كله يحسب على اساس، وهذا يبين انه كان في انسجام واضح بين الجهاز الفني واللاعبين. هذا بالنسبه لنادي مصنع، بس هو في النهايه عمل جيد بالنسبه يحسب لنادي مصنع. طيب ندخل على الظفار والعروبه ولا اي اضافه؟ طيب انا ما عندي اضافه، انا اخذ العاشر وال11 الظفار والعروبه. طبعا ممكن يتغيروا المركزين بكره في المباريات الجوله الاخيره، لكن مهما كانت الامور يعني في مراكز متاخره بالنسبه للفريقين. اول شيء ابو خالد، المركزين ما يليق لا بظفار ولا بالعروبه ايا كان تبديل مراكز، حتى لو وصلوا مثلا الخامس والسادس بعد ممكن بنتظر الشخصيه بعد ما هو المركز اللي يطمح للعروبه ولا 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 ظفار. خلينا نتجاوز العروبه نوعا ما، لان العروبه اصلا بدا سيء، ست مواجهات ما كسب واستعاد يعني خلينا نقول ثقته بنفسه مع مرور الوقت، وبالتالي ممكن نستثني العروبه، ما نقدر نستثني، لكن على الاقل نعطيه نوعا ما نقول يعني سبب انه كان بدايته غير جيده. اضافه الى طبعا اشكاليه عمر مزيان والمدرب اللي يعني خلينا نقول خرج بشهاده او بخلافه، فبالتالي حدثت فجوه بين الجهاز الفني السابق واللاعبين والجهاز الفني الجديد. لا
لكن نتكلم عن ظفار ابو خالد. ظفار يمكن هذا الموسم الثاني على التوالي يخرج من المولد بلا حمص، يخرج من الموسم لا هو في نهائي الكاس ولا هو في مركز متقدم بالنسبه للدوري. لذلك اعتقد انه اشياء كثير ابو خالد. خلينا نتكلم عن ظفار تحديدا. اول شيء خلينا نقول اختيارات اللاعبين سواء كمحليين او كمحترفين، يعني اشكاليه جمال واخذت وقت طويل من اداره نادي الظفار حتى يعني حال نادي النصر، لكن كانت ممكن تقضي على الفريقين على فكره. يعني النصر وحذر من مشكلتنا يا جمال ويا اداره النصر يا جماهير النصر يا لاعبي النصر تفرغوا للفريق وتركوا مشكله جمال، لكن هذا الوضع مستمر لفتره طويله من الدوري اشكاليه جمال والى اخره بين ظفار والنصر. هذه نهايه بالنسبه لنادي النصر. بالنسبه لنادي ظفار اعتقد انه خلينا نقول تكلمنا عن مصطفى مختار، تكلمنا عن محمد جمال، وتكلمنا عن اترام اللي كان موجود، تكلمنا عن الان كمارا، تكلمنا عن خيارات الفريق باستثناء اعتقد انه باستثناء مصعب بلحوس حارس المرمى. كل الخيارات هذه ما شاهدناها الايجابيات الا في بعض الفترات. يعني شو محمد جمال، نتكلم عن محمد جماله، محمد جماله الكل تحدث في البرنامج بان اللاعب عندما تكون الكره عنده يكون لاعب مميز، تمريرته خلينا نقول تحركات الملعب، لكن ما يدافع، وهذه كانت سلبيه محمد جماله. نتكلم عن مصطفى مختار اللي شاهدناه بشكل نوعا ما افضل، لكن مع مرور الوقت بدا يرجع يتراجع مستواه بشكل كبير وبالتالي ما خدم الفريق. نتكلم عن اترام. اترام بدا بدايه الموسم كان نوعا ما كان ايجابي والى اخره، لكن بدا يتراجع كذلك مستواه، وحتى اداره نادي الظفار انهت عقده. الاستقطاب اللي صار بين الدورين اعتقد انه ما كان موفق. يمكن كمارا كان في الاتحاد افضل، لكن لما جاء ظفار يمكن خلينا نقول سيستم المدرب او طريقه لعب المدرب او افكار المدرب ما انطبقت على كمارا، وبالتالي اختفى كمارا حال فريق ظفار. عموما فريق ظفار ابو خالد من بدايه الموسم واحنا نقول ان ظفار نعم فاز على المقيس لكن ما قدم المأمول، ولو تذكرون هذا الحديث اللي دار في الاستوديو، فاز على المقيس نعم في مجمع صحار لكن تكلمنا بان ظفار اليوم فاز لكن بدون مستوى. ظفار اليوم فاز لكن ما وضحت نوايا ظفار في 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 الموسم، او ما وضح لنا هويه الفريق البطل عشان نقدر نقول ان فريق ظفار ممكن يصير بخطى ثابته. مع مرور الوقت بدا ظفار يفقد الكثير من النقاط، بدا نعم اقوى خط دفاع بالنسبه له نادي ظفار. حارس المرمى اعتقد هو السبب الرئيسي في ان فريق ظفار يحتفظ به على اقل تقدير بلقب افضل دفاع، لكن عدا ذلك كشكل عام للفريق كعطاءات للاعبين اللي كنا ممكن يعني نقول انه ممكن يعطوا فريق ظفار افضل ما شاهدنا اي شيء بالنسبه لظفار فريق ابو خالد. فريق ظفار اللي عيب عليه او خلينا نقول اللي يعني يحز في النفس ان فريق ظفار مستقر فنيا واداريا. هذه مشكله، يعني لما تتكلم عن دراجان خبر دراجان وبداية مع الفريق من بداية الموسم وإعطاء مساحة من العمل الكافية ومشاركته في دورات تجريب بطولات ودية خارجية ووقوف على مستوى اللاعبين كلهم، لكن في النهاية خرج من الموسم بلا أي شيء. والموسم الثاني بكل هذه التعاقدات بكل هذه الأمور ظفار بدون نتيجة. ظفار إذا ما أراد العودة إلى أعتقد إلى زعامة الكرة العمانية، يعني طبعا هو من حقه لأن أصلا في الدوري هو اللي ألقاب ثمانية، عليه ان ينتقل اسماء او يعني يخطط من نهايه هذا الموسم خط الموسم القادم ايش يريد، ايش الاسماء المطلوب. ما شرط يكون اسم كبير في المقابل هو ما يخدمني. يعني شوف انت لما تتكلم عن نادي النهضه حاليا، خلينا نضرب مثال نادي النهضه، من كان يعرف انور الهلالي، من كان يعرف بدر المخمري، من كان يعرف جوهر المخيني، من كان يعرف حتى مهند الحسني، ايوه مهند الحسني، من كان يعرف من كان يعرف من كان يعرف احمد الكعبي الولد الشاب الحالي، من كان يعرف ولا حد الحافظ ثويني عبد الحافظ ثويني. لكن لحظه هيثم، لحظه خلينا، لكن هذا موضوع، لكن شوف تفكير الجهاز الفني، شوف متابعة الجهاز الفني، شوف الأسماء اللي تخدمه. نعم استقطب أسماء خبرة مثل خليفة محمد رياض عيد، هذا اللاعبين خبرة على الجابري، لكن في المقابل الأسماء اللي استقطبها بعيد وكل البعد عن النجومية كانت، لكن الآن أصبحوا نجوم في نادي النهضة، أصبحت لهم مكانة في نادي النهضة. إذا أنا علي قبل لا أنتقل اسم أنتقل اللاعب اللي بيخدمني إن شاء الله يكون مغمور. وأتذكر نادي النهضة ليه سوابق، لو تتذكر سليم الفارسي اللي جاي من نادي مصيره. نعم بالضبط، الله يرحمه سيد الشامسي، يعني متابعه لهذا اللاعب استقطب نادي النهضه وصار نجم من خلال نادي النهضه. سالم الشامسي تحديدا لما راح نادي السلام في الموسم الماضي ما ظهر سالم الشامسي، لكن رجع للنهضه الان اصبح على الاقل استعاد شكله وسجل. خليفه عايل كذلك في نادي ظفار. اذا ابو خالد مشكله نادي ظفار انه يطلب الاسماء،
يستقطب الأسماء. يعني الآن اللاعب الجاهز. الجاهز. شوف الآن عندك هاشم، عندك فوزي، عندك هاني، عندك تكلمنا عن محمد جماله، عندك أحمد مان، هذه أسماء كبيرة. لكن ونبي العاشور وفهد نصيب وإلى آخره. لكن أنت البدلاء من تعال نشوف بدلاء عند الظفار، مع احترام شديد لعبد المجداد، باحترام شديد لعبد الله خميس، رشدي الولد ما عندهم ذيك الامكانيات، ما عندهم ذيك الخبر الكافي انهم على الاقل يبقوا نادي ظفار في نفس الاداء وبنفس الطموح بنفس الرغبه. يعني الان نادي ظفار عليه يعني يخطط للموسم القادم ابو خالد من خلال امكانيات اللاعب وليس اسم اللاعب. اعتقد اذا ما خطط نادي ظفار بهذا الشكل اعتقد ممكن نادي ظفار يستعيد مكانته ويبقى مستقطبه. فوزي بشير، فوزي لاعب كبير، اسم نعم. كبير، اسم كبير، لكن انت محتاج له فوق. مثل ما قلت لك النهضه في اسماء، في اسماء خبره وفي نفس الاسماء كانت في الموسم الماضي لاعب جاهز فعلا. هو الموسم الماضي كان هذا الاسماء موجوده في نادي الظفار لكن ما قدمت شيء. يعني تتكلم عن امتياز عبد المعطي في نادي الظفار ايش قدم؟ تتكلم عن ناصر شميل ايش نادي الظفار ايش قدم؟ تتكلم عن خليفه عائل، تتكلم عن حسن مظفر، تتكلم عن سعد السيل، تتكلم عن جمعه درويش، كم كانوا في نادي الظفار ايش قدموا الموسم الماضي؟ خرجوا من البطوله الاسيويه صفر، بالرغم انهم كانوا يعني مرشحين يصعدوا لكن خسروا مع اربيل في صلاله وخسروا مش عارف وطلعوا. حتى حمود الموسم الماضي كان مع السويق كان افضل. احمد أيوة. اذا في مع ظل نادي الظفار انا اقول على مجلس الاداره والجهاز الفني اذا استمر مراعاته في الموسم القادم. نادي العروب مثل ما ذكرت ممكن خلينا نقول نبلعها نحن ونبلعها يمكن كما جماهير العروب، انه بدا سلبي، بدا سيء، يعني ست جولات بداها سيء العروب، ما سجل ولا هدف الا في مباراه مانفنجا، بعدها بدا العروب ينطلق. لكن على العروب ابو خالد تجديد صفوف الفريق. تكلمنا في الحلقات الماضيه انه تعال نشوف من العروبه انا اقدر اجيب لك اياهم هم نفسهم المواسم السابقه هم موجودين. سعود السويد، سعد السويد، احمد سليم، راشد الفارسي، ابراهيم سبيت، محمد كتكوت، الان جمعه درويش، يونس مبارك، نتكلم عن عبد الله صالح ممكن اللاعب الحين نوعا ما، عبد الله صالح عبد الهادي، عبد الله صالح فيروز، هي نفس الاسماء. ما يصير. طلع عيد الفارسي، من بدل عيد الفارسي؟ طلع رايد ابراهيم، من بدل رايد ابراهيم؟ طلع لي عبد السلام عامر، وين قلب الدفاع اللي كان بامكانيات عبد السلام عامر؟ ما في. طلع لي اورسون وغير 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 اللاعبين اللي كانوا اللاعبين اللي كانوا ولورنكو، اللاعبين اللي كانوا اساسيين المهاجمين في نادي العروبه، من بديلهم؟ الان انت يعني انت كنادي العروبه الان لما يكون بديلك ابراهيم الغيلاني، وانت تعرف ان ابراهيم الغيلاني لما يطلع اداره الفريق يقول لك ابراهيم الغيلاني الخيار الثالث في الفريق، اذا انت من عندك الخيار الاول؟ اعطيني الخيار الاول من في الفريق اللي ممكن يحسم لك مباريات؟ ما في ولا اسم شفناه مؤثر في خط الهجوم، ما شفنا. عبد الله سعيد الشلهوب كان سلبي بصراحه في كثير من الفرص، كان سلبي، اضاع الفرص يعني سهله. اليوم نتكلم عن من مهاجم صريح في نادي العروبه خالد؟ استقطبوا احمد عيد صح من نادي الطليعي، جابوا يعقوب، لا بعد في حد من نادي الطليعه، يعقوب ربيع عمر عامر من نادي الطليعه صح ولا؟ عمر عامر الان وين عمر عامر؟ استغنوا عنه. احمد عيد قالوا هذا بيكون بديل لعيد وبيكون، واحمد عيد انا من المعجبين بأحمد عيد، لاعب مميز كان في الطليعه لكن جناد العروبه ما قدم شيء وما حصل فرصته. الان استقطبوا يعقوب ربيع لاعب كبير لكن سنه ما يسمح له ان يلعب الى جانب احمد كتكوت بنفس المستوى اللي يريدوه هم. فبالتالي نادي العروبه معضلته ابو خالد، معضلته الكاميروني المحترف بوسط الملعب انجلو، حتى بالنسبه للمحترفين الموسم ما كانوا اذا ابو خالد نادي العروبه محتاج مهاجمين وخط دفاع. نادي العروبه محتاج يا جماعه، يعني شوف انت تتكلم عن احمد مش عارف وين كان، ما كان في العروبه؟ في العروبه جمع الجامع، وين كان؟ ما كان في العروبه؟ في العروبه الموسم اللي فات الدور الثاني فقط، هو اساسا مع نادي صور. ومانع وين كان؟ لاعب عروبه، لاعب العروبه. متى شاهدتوا انتم مانع؟ شاهدتوا مانع سبيت؟ في نادي صور اكثر شيء. شاهدتوا جمع الجامعي؟ شاهدت احمد مشعل بالشكل اللي شاهدته هذا الموسم في نادي صور؟ لا ابدا. اذا نادي العروبه عليه مراجعه الحسابات بشكل كبير في نادي صور. في نادي صور هذه الاسماء حتى سامي الحسني سامي وايضا هذا توظيف مدرب. نعم. مدرب يوظف اللاعب بصوره صحيحه. العروبه غير مدربين انا قلت لك ترى عمر مزيان لكن جاب ارستكا مش زين، بعدين دروب، بعدين استمر بنفس الهبوط الى ان يعني خلينا تراجع العروبه لهذا المركز المتاخر بصراحه في جدول الترتيب. ابو خالد انا اقول التاريخ لا بد يعني ما يكون نتغني بالتاريخ. نعم الظفار اسم كبير ونعم الزعيم و الى اخره، لكن ما نستحي نغني بالتاريخ.
انت اشتغل الحاضر اشتغل الحاضر ايوه العروبه العروبه نعم تاريخ واسم كبير وخلفان ومحمد وسيد ناصر وفاروق وسالم محمد واسماء كثير في العروبه كان مميز هذا العروبه لكن الان العروبه تكلم عن العروبه في المركز فريق مركز متاخر في الدوري لابد في اسباب لابد في مراجعه النفس لابد في جلسه مصارحه اما احنا بننقذ الفريق ونحن ان شاء الله قادرين ونحن مش عارف ويش وبعدين اللي متى ترى الناس تشتغل مثل انت ما تشتغل لكن الناس تشتغل صح انت العكس تشتغلها تشتغل يعني هو اجتهاد في النهايه ما نقول صح او غلط لا لا لا, لا شوف لا ابو خالد لا الناس اشتغلت صح وضح عملها ليش قلنا لا بس ما نقول شلون غلط ايضا لا لا ما قلنا غلط لكن اقول لك الناس اشتغلت صح هذا عملها بان يعني الناس تتكلم انه اشتغل صح من بدايه الموسم السويد غلط هذا الموسم بس هم اجتهدوا لكن رجع المكان الثالث يعني كان في اجتهاد اجتهاد اوكي ما اجتهاد صعب وهذا شيء ثاني اجتهاد بس لما اشوف الشيء واضح قدامي يا ابو خالد اشوف ان الشيء واضح قدامي انا فريقي هو هو تمثيل الحين هو هو ما في تجديد ما في اسماء جديده ما ممكن ابو خالد ابو خالد كانت كان في عمل بالنسبه لاداره نادي العروبه تحديدا ولكن ما كانت في صارت الاشكاليه ست المباريات الاولى وبعدين الفريق رجع قلتوا انه والله الشغل كان زين والامور صحيحه فيما بعد كانت هناك في نتائج سلبيه وين انت وين انت انت المباراه الاخيره ويمكن هذا كثير متابعين النادي ما يعرفوا المباراه الاخيره ثلث الاداره مسافر وانت تلعب مباراه اخير ممكن تلعب ملحق فيها لا والإدارة تلعب هي صار لا ما تلعب واحد يتحمل شوف ابو خالد انا بختصر لك في هذا الموضوع في الثلاث الانديه بالنسبه للظفار والعروبه والنصر اذا اي اداره نادي من هذه الثلاث الانديه وانا اتمنى من الاخوه يعذروني قبل لا اقول كلمتي سواء ظفار سواء العروبه سواء النصر اذا ادارات الانديه لهذه الثلاث اي اداره انديه سواء قادمه وحاليه او سابقه اذا ما تقدر تحافظ على تواريخ هذه الانديه اذا عليها التنحي انجازات قول على تواريخ هذه الانديه اليوم ما ممكن حن اذا كان محبين واداره نادي ظفار يرضيهم ان ظفار في المركز العاشر والنصر في المركز الثاني عشر والعروب في الأحادي عشر احنا انا عن نفسي ما بتكلم عن هذه الانديه اذا كان يرضيهم ما حد يرضي طبعا طبعا اذا ما كان يرضيهم ما بقادرين يوصلوا هذه الفريق هذه الفرق ان هم فرق منافسه وفرق يتقدم للمنتخبات الوطنيه ان يوصل توصل لهذه المرحله وانت تصرف على 500 وعلى 4 اكثر الانديه تصرف وفي النهايه هذا مردودك اذا يجب عليك انك اعطي المجال غيرك انه يشتغل شوف يعني من حب احنا نعاتب لانه صراحه ما يرضينا لا ظفار ولا العروبه ولا النصر نشوفهم في هذه المراكز بس لا كل الانديه يعني صراحه بس لا نبخس حقوق الجهود التي تبذل من بقيه الانديه الاخرى لا طبعا ايوه لا ما حد يبخس ايوه انت انشغلت بالجداول هذه لا انا 20 صفحه مركز مركز لا لا مركز معاهم عند اختبار مركز معي عند اختبار الارقام والجداول جميله شكلها انا يعني احنا للاسف ابو خالد والله تفتح لي قلبي عن الموضوع خلينا العروبة وصور هذه الجداول افترضنا احصلها بكره جاهزه من الرابطه من الخبير اللي تقول هذا الماليزي الخبير الماليزي انا حصل هذا الجداول موجوده يعني بكره انتهي الدوري اليوم ينتهي بكره ينتهي الدوري هنا والجداول تكون موجوده في الموقع الاتحاد العماني نسحبها ونتكلم عنها لا في داعي ترى لك تمها ولا في داعي يعني هو خلي يحصل فلوس بيزات وانت حصل شهره ماكو اي شيء اي هو حصلت الشهره تقول انا هو خليه يحصل ايش بتفيد الشهره هذه الاشياء فعلا يعني تكون موجوده انا اقول لك يا بكل امانه انا قاعد اشتغل فيها ومحتاجه تركيز يعني الاخوان يتكلموا عشان كذا انا قلت لك واروح اليوم بكره على اساس اجمع بعض المعلومات اقول اتمنى ان هذه المعلومات وهالبيانات ما في داعي لا انا ولا غيري ولا الصحفي ولا مثلكم ولا اخو عبد الله نجتهد بكره ادخل على موقع الاتحاد العماني لكره القدم والان ادخل على الموقع قدام هذا الجهاز وافتح الموقع واشوف كل البيانات موجوده عن الدوري وعن ما موجود شيء يا جماعه فاحنا الان قاعد نتعاتب من اذا كان انا عندما اتكلم عن هذا الموضوع اتكلم بشويه بحده صوت لان انا في يوم من الايام تشرفت في العمل في هذا المكان وشرفني حقيقه وتحملت كثير من الكلام والاخر اللي كانوا يتكلم في الرابطه في التويتر وقالوا ترى ايش سويت في الاتحاد العماني لكره القدم فدرت عملك والله هذا شيء جيد بصراحه انا ما عملت شيء حسب ما انت واجتهدنا لكن كان تعاشف الوقت اللي احنا كنا نشتغل فيه من اللي كان موجودين الكادر الموجود معانا والعدد اللي كان موجود يا اخي العزيز عندما حلو شيء جميل عندما تحاسب تبدا من طلال العامري او غيره وتقول ان انت مقصر هذا اول واحد انا اتقبل هذا العمل
اجتهدت في الجانب الرياضي، بس انا ما تميزت في الجانب الرياضي، انا اجتهدت واخطأت وصورت. لكن عندما اتكلم عن منظومه العمل في الاتحاد العماني لكره القدم، من 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 تغيرت المنظومه من 2007 في اول اتحاد المنتخب بعد ما دخلنا فيه للان، والجهود مبذوله ان نغير الفكر. حتى اليوم نهايه دور المحترفين، رابطه دور المحترفين، ما عندي بيانات عن الجداول، ما عندي بيانات عن الانذارات، ما عندي بيانات عن الهدافين، ما عندي بيانات. ادخل على موقع الاتحاد العماني لكره القدم ما وجد شيء. صحيفه اليوم افتح الصحف المحليه كلها ليش بيجيبون تعطينا بيانات ابدا ما موجوده. يعني سؤال هذا سؤال خلي خلي ليش بيجيبون الموظفين يعملون بالموقع؟ ليش هذاك مشكله يا اخي العزيز يا هيثم؟ خلينا نتكلم ولا تكلم وفكني. شنو هذه اعصابك عمي وفيصل؟ نعم صح الجو حار. خلي هذا بعد جارك ما اقدر عليه حبيبي يا اخي، مشكله بصبر عنه. جو حار والله، حقك عمي، حقك. الحين اتكلم عن الموضوع لانه بصراحه ذيك اليوم الاخ اتكلم في تويتر، انا بقيت بصراحه شيء جيد عندما مثل ما اتكلم انا وحاس. عندك شيء رسمي ان الهداف جمع سعيد؟ والله حساباتك واجتهادك. حساباتي والله، يعني حسابات الاخوان جزاهم الله خيرا بعد استفيد من موقع الكوره، خليني اسميها بالاسم، يعني استفيد من الصحف المحليه، يعني التغطيه جريده عمان، الوطن، الشبيبه، الزمن، استفيد. قاعد اقلب كل يوم جرائد واكتب واكتب واكتب. يعني حتى المعلومات البيانات في الاتحاد العماني للاسف للاسف ما موجوده يا اخوان. احنا عندما نتكلم ما نتكلم الحكام ما تسجل اول باول عشان تعرف كل شيء ابدا. يعني احنا ما عندنا الان. انا اقول لك يا ابو خالد، عندما نتكلم عن امس عن الدوري، اي دوري في دول الخليج العربي، احنا نتكلم عن انت ما تدخل على موقع بعد المباراه تحصل كل النتائج موجوده، والاهداف والانذارات، واللاعبين اللي شاركوا، واللاعبين الاحتياط، واللاعب كم لعب. وبالتالي انت الحين نتكلم احنا على موضوع القياس الدوري ناجح تنظيميا ولا تنظيميا، ما عندنا البيانات الصحيحه اساس نقولها. هذا الجانب. ما الشيء الاخر، انا اتكلم عن دوري المحترفين هذا الموسم، أو بس خلينا نتكلم بعدين عن دوري المحترفين ابو خالد. والله لخبطت شويه. دوري المحترفين بكره ان شاء الله. اتكلم عن ارد عن موضوع هم الان ظفار وشبك معاهم وحمد النصر. يعني النصر لا هو، شوف بالنسبه للوضعيه تختلف تماما، الحسبه تختلف. الوضع انا خلينا اسميها بمسمياتها. نادي ظفار هو اكثر الانديه اللي ما استفاد من عمل استقرار الاداري في النادي على مدى السنوات الست او سبع الماضيه. مع ان احنا لا نشكك في الجهد اللي بذله الاخ بدر الرواس والاخوان اعضاء مجلس الاداره، لا نشكك ابدا، ونعده من الشباب الجيدين في الجانب الرياضي. لكن العمل للاسف الشديد مع توفر الامكانيات، مع توفر الداعمين، مع توفر الاستقرار، مع توفر كل العوامل المحيطه بالنادي، ما في شيء يعني ما يعكر صفو. بعض الانديه، بعض ادارات الانديه تدخل فيها بعض المشادات والمشاكل والقضايا والشد والجذب، لكن نادي ظفار من الانديه المستقره تماما، ما في ابدا شيء ابدا ابدا. انا اقولها واجزم الكلام، يعني معطاه الصلاحيه اداره النادي تعمل كيف ما تشاء، تتعاقد كيف ما تشاء، لكن العمل للاسف الشديد خلال الفتره الماضيه ما كان العمل اللي يطمح به جمهور محبي نادي ظفار، حتى الجمهور حتى المتابعين. يعني انا اتكلم عن شخصي، عندما اتابع نادي ظفار بالامكانيات، بالنجوم، بالاستقرار، بالادوات، بابا والاخر كلها، اشوف الامور محتاجه لاعاده نظر. وين اعاده نظر؟ وتكلمنا في كثير من النقطه. احنا الان لان ما عندنا الخبايا الامور، او ما عندنا الامور قريبه عشان نعرف الامور عشان نتكلم فيها، لكن من واقع الاطار العام ابو خالد، العام الماضي نفس المواقف اللي يمر فيها نادي ظفار هذا الموسم مر فيها العام الماضي بنفس الطريقه، مع تغيير شيء واحد. تغيير كان العام الماضي تغيير المدربين، صح ولا لا؟ السنه استقر على المدرب. العام الماضي جاب بعض اللاعبين الاجانب، والسنه جاب لاعب بعض احتفظ بعض اللاعبين، وجاب بعض اللاعبين المحليين الان اللي كانوا لهم دور في 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 في, في الكره العمانيه. لكن السؤال، وين الشباب اللي كان دائما يعتمد عليهم نادي ظفار؟ ما كانوا موجودين. فكثير من الامور حقيقه احنا الان ما نبحث عن مسببات او شيء. الاخوان المطلوب من يعني المطلوب من الاخوان من نادي ظفار يراجعوا حساباتهم الان بتأني، وليس بالعصبيه، وليس بعمليه رده الفعل، وليس بعمليه والله يعني موضوع اداره ما نجحت باعتبارها نشيلها، او اداره ما يعني فاشله. هي شوف، دائما اذا اعترفت انك فعلا خطأت واستعدت بادوات ساعدك خلال المرحلة القادمة، وشلت عنك حمل
عملية التقييم وتبقى أنت كرئيس نادي للجانب النادي ككل وليس جانب كرة قدم، هذه مشكلة المشاكل. احنا عندما نشوف استشعرنا خطورة في نادي الفاري أبو خالد عندما طلع فواز عرفة وتكلم عن موضوع في مباراة الدربي اللي كانت بين ظفار والنصر وتكلم ان اللجنة الفنية وبعدين همشت وبعدين كذا، استشعرنا اننا في فعلا في هناك في الجوانب الفنية ما كان في متابعة حديدة. نادي هذا نادي ظفار. بالنسبة لنادي العروبة، الاستقرار في نادي العروبة قد يكون مجلس الإدارة الحالي برئاسة الأخ عبد الله سعادة الأخ عبد الله جاء في وقت بداية الموسم، لكن ما يعفي أن في خبرات التراكمية والأخ عبد الله سعادة الأخ عبد الله كان متواجد مع الفريق من سنوات عديدة بالقرب من اللاعبين والآخرين، لكن ابتعدوا تماما عن المراحل السنية، ابتعدوا عن متابعة الشباب الصغار أو اللي في النادي ويعني يعطوا سنوات طويلة، فرطوا في بعض النجوم، مدربين كثير، تغيير المدربين هذا كان احد العوامل التي اثرت. نادي العروبه فعلا تحسب له انه عندما تعرض في بدايه الموسم الى هزايم سبع هزايم متتاليه وعاد، والان في وضعيه ماذا يفعل العروبه في الموسم القادم؟ هذا نقطه التساؤل خاصه في ظل الاداره الحاليه. احنا قرينا في اسبوع هذا الاسبوع يوم خلال متابعتنا انه نادي العروبه شكل لجان بعد تقييمين في مشاكل الاخوان في نادي السويق، وهم يريدوا الان يستفيدوا وشيء جيد، وانا احس من الشجاعه من شجاعه العمل ما من شجاعه الشخص، كل حد شجاع بس من شجاعه العمل عندما اقول والله عملت واخطات وقاعد اعدل من مسار الاخطاء التي عملتها خلال المرحله القادمه باستخدام ادوات اخرى اكثر دقه. هذا جانب. والجانب الاخر اللي اعرفه وسمعه عن نادي العروبه ان هناك في بدات بعض الخلافات الداخليه، وهذا ما اتمناه عكس نادي الفار، لأن بدأت مجموعة شوية تنتقد ومجموعة بدأت شوية تحارب. فحن أعتقد في هذه الأندية نادي الفار ما موجودة، هاي نادي العروبة نحسه ونعرفه يا هلال مهما غطيت بس والله لا 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 والله يعني جسمه. بغيت أقول لك جزئية بغيت لك أقول لك جزئية. نعم. بالنسبة للإدارة الحالية، نعم، انتقال اللاعبين المميزين رايد وعيد هم ما كان لهم سبب في انتقال هذه اللاعبين لأنهم يتكلموا، وحتى الإدارة السابقة أيوة بس ما كانت، لأن كانت الموارد المالية غير متوفرة، وفي نفس الوقت الإدارة السابقة كانت تريد تنتقل وكان في فراغ إداري، واللاعبين الاثنين ما عندهم الرغبة إنهم يجلسوا في العروض. طيب هذه اللي عرفوا. فالإدارة الحالية ما كان لها سبب في انتقال بالعكس، هي تحركت، عطيت العذر للإدارة، بدأت الإدارة هذه تحركت في إثناء اللاعبين عن الانتقال ولكن لم توفق، هي قبل لا تمسك حاولت ولكن ما وصلت. طيب وقلت. طيب هم اللاعبين هذا طلعوا وهم الإدارة الحالية ما لهيت. أنا اللي عارفه كده. أوكي طيب الإدارة الحالية ما لهيت إنها تجيب لاعبين بحجم عيد الفارسي وراي. نوين. تقدر ولكن على حسب الموارد اللي عندك. حتى في الدور الثاني. على حسب الموارد اللي عندك. القسم الثاني. هناك كلنا إحنا مدركين إن العروبة تعاقدوا في اللاعبين الأجانب صراحة وطريقة الاستغناء ما كانت جيدة. شوف. بنشيل محمد السلامة كلاعب ما استغريت أقولكم شيء في الختام على أساس إحنا لا نطول الحديث وايد. عندما تبدأ أنديتنا في بداية كل موسم تتعاقد مع مدرب أجهزة فنية متكاملة في البداية وتعطيها صلاحية العمل ونبعد نفسنا عن موضوع أن هذا لاعب زين وهذا اللاعب ما زين وهذا مزاج وهذا صحيح. أنا هيبة وهذا هيبة صديقي وهذا يا ابن فلان، لا أقول أول ما تبدأ أنت بداية موسمك مجلس إدارة تعاقد اسعى تتعاقد مع أفضل أجهزة الإدارية له المدرب ومساعد المدرب ومدرب حراس ومدرب اللياقة البدنية والدكتور طاقم متكامل عندما تجيب هذا الطاقم المتكامل قول تعال هذا نادي وأنا أريد أحقق من خلال هذا الموسم هذه النتائج وهذه العناصر الموجودة عندي من خلال أشرطة الفيديو الآن موجودة، وإيش اللي تريد أنت نقصك في الفريق سواء كان حتى إحنا الآن عندما نتكلم عن المدربين المحليين عارفين كل وعندما يجي مدربين من الخارج لابد يكون عنده إلمام بالكرة العمانية لابد عنده متابعة شهادة تدريبية خلي الشهادة عنده خبرة شوية يعرف الوضع الدوري عمان يعرف وضع أنديتنا يعرف موضوع اللاعبين ما يجيب مدرب واقول والله يا مدرب نجح في دوري من الدوريات الاخرى وهنا يا ابننا قد يصاحب شيء من شوف الان المدربين الوطنيين حققوا علامات كبيره في الدوري العماني يا ابو خالد الموسم الثاني على التوالي العام الماضي كان مصبح هاشم في نادي السويق حقق ثلاث بطولات اليوم كابتن حمد عزاني في نادي النهضه حقق بطوله الدوري والان يتواجد في نهائي الكاس
نتكلم عن بعض المدربين المحليين. مبارك سلطان في عندما مسك نادي الشباب حقق معاه نتيجة إيجابية. نادي الخابور، نادي الخابور اللي صعد فيه إلى دوري إبراهيم البلوشي صعد فيه إلى دوري الدرجة الأولى. نتائج سيف الدرمكي نادي مجيس. نتكلم عن السير رشيد الله ذكره بالخير وعرض الصحة والعافية عندما اشتغل في نادي المصنعة بعمل من العام الماضي والسنة. شوف الفرق كيف يعمل. يعني المدربين الوطنيين مع الكرة مع دورينا ومع وضعنا عارفين، لكن يعطوا الصلاحيات، يعطوا الثقة ويعطوا الإمكانيات، ونبدأ إن شاء الله أنهم يكون وضع. أما وضع النصر معروف، وضع النصر برغم أنه عمل إعداد جيد وكان في دور كاس المحترفين طلع الأول في مجموعته على ثلاث أندية اللي هي الظفار والاتحاد، لكن النصر للأسف الشديد دخلوا في كثير من الأمور، دخلوا في مشكلة جماله، دخلوا في مشكلة تغيير المدرب، وهي أعتقد أن عدم صبرهم على المدرب النبوتشا أعتقد هذه كانت إحدى الأمور التي استعجلوا في 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 إقالة المدرب النبوتشا، واستخدموا المدرب الوطني اللي هو محمد ما عنده الخبرة في الدوري المحلي، ما عنده ولم يمنح الفرصة، كان في استعجال أربع مباريات وتم إقالته. جابوا المدرب الأكرم سليمان، مدرب سلمان من الجمهورية العراق، فمدربين الأكفاء لكن لم ينجح. كيف تبقى مدرب ينجح في وسط يعني ظروف صعبة جدا؟ أول يوم إجا أكرم سلمان أنا بدك، قلت الرجل صعب أنه ينجح مع فريق أول يوم إجا، قلت لي إن هذا الرجل عمل مع منتخبات مع فرق جاهزة، إجا مع فريق عنده مشاكل، فريق دورينا متراجعة، خلاصة الأمور دورينا لا نبحث عن مدربين من الخارج أو سمعة عالية جدا، مع احترام جيد دورينا محتاجة إلى الكوادر الوطنية، نعطيهم الثقة ونعطيهم فرصة الخيارات في اختيار العناصر، ونعطيهم الإمكانية الجيدة في هذا الجانب، والله بيوفقهم. فخلونا نجرب. لا بالتبني هي أبو فيصل، أنا أقول لك نتمنى اليوم مدربين الوطنيين أثبتوا. المدرب هو اللي يثبت نفسه، ما تقول لي مدرب مواطن كيف يثبت نفسه هو برا الموجود. لا بس أبو حمد اليوم أنت قاعد هنا في الدكة غير عن تتويد في 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 الملعب واعطاني ثقه صحيح. وصح وعملك اليوم عندما تكلمت عن عن عن, عن, عن شوف عوده شوف اكبر 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 ان اكبر انجاز المدرب الوطني اعده عوده حمد العزاني للمنتخب الاولمبي قبل سنة ونص، مقارب بنفس الإدارة بنفس الفكر بنفس الإخوان اللي كانوا في إدارة النادي أقالوا، وسنة رجعوا حمد يدرب منتخب الأولمبي. طيب حمد في تغير نتيجة عملها في نادي النهضة، ما هو فكر حمد؟ أنا بقول لك حاجة، حمد في الفترة الصيفية رجل يشتغل على نفسه من يعني من جيب الخاص، يمكن هذه كثير من حمد بكرة عطوه حقه فيحضر دورات، يروح يحضر دورات، يعمل معاش في الفترة الصيفية من أكثر من موسم. نفس الشيء بعطيك جزئية بسيطة، جزئية بسيطة الله يرضى عليك أبو خالد، أنا عارف في وقت اليوم أخرتونا. لا لا عن نادي السويق، محسن مصبح في سنة كم حقق بطولة مجلس سنة كم حقق بطولة مجلس التعاون للناشئين كذا سنة، ولكن طيب. متى حصلت لما تويتر حصل معي محمد تعذرني أنا ما صار في وقت كثير، ناخذ تويتر أبرز تغريدات على الحساب. أبو خالد الجهوري نقاش بناء في الدكة، الحق يقال دورة في نقل واقع دورينا، والأسف في أندية كانت تنافس الحين في القاع والمقصود نادي ظفار. سعيد العلوي كل ما يدور في غالبية أنديتنا بالبركة وغياب لجان فنية متخصصة بإعداد وتأهيل اللاعبين فعليا فلن يتغير الحال. أحمد الحراسي عندي شيء محيرني، شو الفرق بين الرابطة والاتحاد؟ ترى الاتحاد يفكر الجمهور ما عارفكم. طيب والله الفرق شعر بينهم. سالم الحسيني برنامج دكة لا غبار عليه، لكن نتمنى في المواسم القادمة أن يكون دورينا بدون أي تعثرات، نتمنى إن شاء الله. أبو حسين ردين عندي ملاحظة لأبو حمد وأبو عبد الله، بعد انتهاء من حديثهم يرموا القلم اللي في يديهم، يا ترى شو السبب؟ أنا قلت له الأقلام ثقيلة هذه. طيب احنا وصلنا للختام، موعدنا بكرة إن شاء الله في ختام الدورة عمان تل للمحترفين، بنتكلم عن تتويج النهضة وعن النهضة بصفة عامة إن شاء الله. شكرا لأعضاء الدكة للمخيني صالح البارحي، طلال عامري وهيثم خليل، شكرا لكل المشاهدين، نلتقي على الخير بإذن الله تعالى، إلى اللقاء.